فيها شيء انت وانا لو نكون رمز البناء لو نقول كلمة حلوة يا سلام يا سلام بالوصال تكفي ساعة بالمحبة والسعادة فيها احساس الكلام يا سلام يا سلام نقدر نغير بعضنا لو تختلف افكارنا يملى التفاؤل دربنا في تآلف وانسجام نقدر نغير بعضنا لو تختلف افكارنا يملى التفاؤل دربنا في تآلف وانسجام يا سلام يا سلام رحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم وزد وأنعم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وشفيعنا وقائدنا وقرة أعيننا وبابنا إلى ربنا ووسيلتنا لنيل كل حاجاتنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وشرف عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وليلة مباركة وليلة سعيدة، وأول حلقة من حلقات ساعة وصال في شهر شعبان الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مقدمه مقدم خير وبركة وسعادة وأنس وبركة وفرح وفرج لنا وللمسلمين وللبشرية كلها. أحبتي في الله، كما هي العادة نفتتح كل حلقة بالتذكير بتجديد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وإعادة قلوبنا إلى بارئها سبحانه وتعالى واستنزال غيث المغفرة من حضرة الحق جل في علاه. ونسأل الله تعالى أن تكون هذه التوبة التي تكون في هذه الليلة ونعقدها جميعا فاتحة خير حتى نستقبل هذا الشهر، ثم تكون بوابة عطاء لشهر رمضان. في هذه الليلة إن شاء الله سيكون لنا ضيف عزيز أو ضيفا عزيزا كريما، ضيف عزيز كريم، شيخنا وشيخ الجميع الحبيب العلامة المربي العارف بالله عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن بعض المواضيع التي شغلت كثيرا من أذهان الناس من المسلمين ومن غير المسلمين، والكثير منا بحاجة إلى أن يسمع ما يقوله أهل العلم والمعرفة أهل القلوب والعقول حتى تطمئن قلوبهم وحتى تتنور عقولهم. في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سيطوف بنا شيخنا حول قضايا من اليقين والأسباب، حول فهم سنة الحق، فهم سنة الحق سبحانه وتعالى في الوجود وسنة الطبيعة التي يديرها الله سبحانه وتعالى ويتحكم بها، وكيف على المؤمن أن يتزن في مثل هذه البلايا والمصائب ولا يقلق ولا يجعل الهلع والخوف والجزع أمامه وينسى أن الله تعالى بيده قبضة الوجود وأنه الذي يدير دفة الكون كله. ولكن قبل أن نتحدث عن هذه البلايا وهذه الجائحة التي اجتاحت الناس وعن مدى حقيقتها، أحب أن أذكر بأمرين اثنين. الأمر الأول أن أذكر نفسي وإياكم في شعبان، الشهر الذي أقدم علينا والذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن أدركنا هلاله. وشعبان أيها الأحباب من أعظم الشهور وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصوم منه كثيرا، حتى قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصوم شهرا حتى يكاد أن يتمه، يعني يكاد أن يصومه كله، إلا شعبان. فشعبان شهر خير وبركة وعظيم، لهذا كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكثر فيه من نافلة الصيام، لأنه بوابة رمضان فيحتاج إلى ترقيق القلوب ويحتاج إلى تنقيتها من كثير من أوضارها وإلى إذهاب كثير من غل النفس وغيظها حتى تتلقف نظرة الحق سبحانه وتعالى في آخر ليلة منه وفي مقدم رمضان. كذلك شهر رمضان فيه مناسبة جميلة يحبها أكثر أو كثير أو كل المحبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي أن في شهر شعبان نزلت آية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لهذا كان كثير من الصالحين يحثون على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للتناسب
بين أنه وقت نزلت فيه هذه الآية إشارة أن الله يريد منا أن نكثر من مضمونها ومن مدلولها وبامتثال أمر الله لما فيها، وهو الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهي فرصة أن كثير من الناس الآن أعمالهم تقريبا شبه واقفة، كثير من الناس مفروض أو بعض البلدان مفروض عليهم حظر التجوال، فهم مكوث في بيوتهم، فبدلا من الاشتغال في هذه الأيام بالقل والقال ومتابعة الأخبار وزيادة وتيرة العصبية والهلع والخوف والجزع والتوتر، نستثمر هذه الأيام بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويستشعر الواحد منا ويتذكر أن في مثلها أنزل الله تعالى على حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة عليه، فيأمرنا ويحثنا على أن نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والعلماء والعارفون مجمعون على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أهم أسباب تفريج الكروب وتطمين القلوب، حتى أن سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مكثرا من ذكر الله سبحانه وتعالى كما هي عادة سادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمرة أراد أن يخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخبره فعلا أنه يكثر من ذكر الله، ولكنه أراد من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يختار له ذكرا يكون أنسب، يكون أقرب، يكون أثمر، يكون عند الله أحب. فقال: يا رسول الله، إني أكثر من الدعاء، عندي وقت طويل جدا أكثر فيه من الدعاء والذكر، فكم أجعل لك من دعائي، كم أجعل لك من الصلاة؟ يا رسول الله، الربع. أجعل ذكري مقسم إلى أربعة أرباع، ربع صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والربع موزع على استغفار وتهليل ودعاء وذكر. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير، وإن زدت فهو خير لك، إن زدت من الصلاة علي فهو خير لك أنت. فقال: يا رسول الله، الثلث، يعني أجعل ثلث صلاة عليك وثلثين أجعلهما في بقية الأذكار. فقال: خير، وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، النصف، أجعل نصف أذكاري وأورادي ودعائي صلاة وسلاما عليك، وبقية النصف الآخر عبارة عن أذكار وأوراد وأدعية. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير، وإن زدت فهو خير لك. فقال سيدنا أبي رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أجعل دعائي كله صلاة عليك. يا رسول الله، أنا سأجعل حياتي كلها، أجعل أيامي كلها، أجعل ذكري، أجعل تمتمة لساني صلاة وسلام عليك. فقاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشارتين اثنتين نحن بأمس ما نكون بالحاجة إليها في هذا الزمن، في هذا الوقت، في هذا الوضع. قال له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذن تكفى همك، أنت خائف من الفيروسات، خائف من قلة الرزق، خائف أن يصاب أحد أقاربك، خائف أن يصاب أحد أحبابك، يكفيك الله الهم إن شاء الله تعالى، يكفيك الله الهم، كذلك مع بقية الأسباب، لكن نحن نتكلم على جانب من جوانب إقامة السبب، جانب من جوانب اتخاذ الأسباب. فقال: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. وهذه كذلك ميزة يحتاجها كل مؤمن، أن يغفر الله ذنبه، فكلنا خطاء مهما بلغت طاعاتنا ومهما بلغ جدنا واجتهادنا. فالمؤمن يحرص في مثل هذا الشهر على أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى يكون من أهل هذا الشهر حقيقة. وسادتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم كان لهم ولع شديد بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كذلك من بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم، حتى جعل سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه كما أخرج الإمام الراغب في ترغيب والترهيب، جعل أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي المعيار الذي يميز به حسن اعتقاد الإنسان من عدم اعتقاده. يقول سيدنا الإمام السجاد علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن من علامة أهل السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بمعنى أن اللهج بالصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المكثر من الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه الخصلة، هذا اللهج بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، دليل على وجود حسن اعتقاد في القلب وصفاء في الروح، هو الذي دعاه، هو الذي حداه، هو الذي دفعه أن يكون مكثرا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قبل فترة شيخنا الحبيب عمر، وإن شاء الله بعد قليل سيكون معنا، يذكر أنه لقي بعض المشايخ من بلاد الشام، من سوريا بالخصوص. بلاد الشام تضم أربع بلدان: فلسطين وسوريا والأردن ولبنان. فكان هذا الشيخ من سوريا التقيا في الحج، فشيخنا كان مع هذا الشيخ الفاضل، فقال له الشيخ الذي من الشام: أحكي لكم قصة لطيفة. فقال له: قل. فقال: جاءتني مرة امرأة من نساء الشام المباركات،
فقالت تبكي، قال الشيخ تبكي وتئن ودموعها تنحدر على خدودها، فتقول له يا شيخ أدركني، أريد منك نصيحة، أريد منك غياث، أريد منك دركا، الآن أريد منك شيئا. فقالها الشيخ قولي، لا عليك إن شاء الله ما أصابك شر. والشيخ يظن أن ابنها فقد، أن زوجها توفي، أن أحد أقاربها أصيب بمصيبة. قالت له يا شيخ هذا اليوم اليوم الثالث الذي لم أرى فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال الشيخ ما معنى أن هذا اليوم الثالث؟ فقالت يا رسول يا شيخ منذ ثلاث أيام ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال لها الشيخ وكل كم ترأيت رسول الله؟ فقالت له أراه كل ليلة، وما حصل أن انقطعت عني الرؤية طيلة عمري إلا هذه الثلاثة الأيام. فالشيخ خلص صدمت، فقلت لها أكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كم أردكم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقالت أنا أصلي في اليوم 10,000 مرة. قال الشيخ فخجلت على نفسي وقلت لها زيدي وانظري، إذا ارتكبت بعض المعاصي أو المخالفات لا سيما مخالفات القلوب توبي إلى الله منها. فانصرفت وجاءت اليوم الثاني وقالت جزاك الله خيرا، قد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بمعنى أن عوام المسلمين مثل هذه المرأة تعيش في الشام ليست من أرباب العلوم ولا من أرباب المناصب ولا ممن تتصدر، مع ذلك كانت تكثر بهذه الصيغة وبهذا الكم الكثير. فنحن بحاجة أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقل شيء حتى تطمئن قلوبنا من جراء هذه الفوضى العارمة التي يعيشها الآن الناس، وتساعد الآلة الإعلامية الضخمة والقنوات الكبيرة، القنوات التي لها امتداد، بعض القنوات متابعيها يصل إلى 1,000,000 إنسان، وتبث هذا الرعب بشكل مستمر من الصباح إلى المساء، الثلاث الدورات الإعلامية وهي تبث الخوف في قلوب الناس. فنحتاج أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن نطمن قلوبنا وأن نكون على حال حسن. الأمر الثاني ما يخص حديث الساعة في مثل هذه الأيام، تقريبا صارت هذه القضية كوفيد-19 أو كورونا صار هو حديث الناس، صار حديث الناس، حتى الأطفال في البيت صاروا يتحدثون عن كورونا، حتى الصغار الذين لا زالوا في صف الأول ابتدائي يتحدثون عن كورونا، يسألوك الكبار أسئلة ربما الكبار لا يعرفون إجاباتها، صار حديث الساعة. الإذاعات، القنوات، المنشورات، وسائل التواصل الاجتماعي، الناس في البيوت، الناس في الشوارع، في المساجد، كل الناس يتحدثون عن هذه الجائحة. الحديث عن مثل هذه الجائحات وهذه الوباء جيد، لماذا؟ لأنه لابد أن نتحدث حتى نعرف ما هي الأسباب وكيف نتقيها وكيف نتجنبها وكيف نتعامل معها، فشيء جيد. غير الجيد أن يتجاوز بالوباء أو بالجائحة أو بالمرض أو بالمشكلة حدها الحقيقي والأساسي، والواقع هو هذا. بمعنى المعلومات المغلوطة كثيرة جدا، الإرعاب والإرهاب والتخويف وغرس الخوف والهلع في قلوب الناس أكثر من الواقع بكثير. هذا هو وجه الخطأ. وجه الخطأ دائما أن الناس يحبون المبالغة، يحبون دائما الخوض في الحقيقة وتجاوزها أكثر منها، بمعنى تصير الحقيقة على نسبة معينة وتراكمات الإشاعات تصير أكثر، وهذه خطايا لأن لها تبعات غير عادية. منظمة الصحة العالمية وكثير من الأطباء يقولون من المؤسف الشديد الآن أن كثير من هذه الشائعات تسبب لدى الإنسان شيء من الخوف والهلع، مما يسبب لنقص المناعة، مما يجعل الإنسان عرضة لأن يصاب بهذا الفيروس. بينما الإنسان لما يتحدث ويتكلم ويعيش بأريحية ويعيش بشكل متناسب مع حجم هذا الوباء، يبذل السبب كما أراد الله تعالى إلى أقصى حد ويبقى مطمئن بالله سبحانه وتعالى فوق ذلك بمرة، يكون إنسانا متوازنا. من الأشياء التي يجب أن نتنبه لها أن هذا الفيروس كما تقول منظمة صحة مجلس التعاون الخليجي أن فيروس كورونا تقريبا هو أضعف الفيروسات على الإطلاق، بمعنى الفيروسات الأخرى أقوى فتكا من هذا الفيروس، هو أضعف الفيروسات على الإطلاق، بمعنى هو ظهر عام 2012 ومن قبله. اللهم أن هذا الفيروس سريع الانتشار، هذه الميزة التي جعلته يمثل خطرا ويمثل وباء، ومنظمة الصحة العالمية جعلته في بند الوباء الخطر أو الخطر جدا. لكن هو من حيث هو لا يمثل خطورة شديدة شديدة بحيث أن الناس يجب أن يرعبوا، خطورته من عدوى، بمعنى كلما حاولنا أن نوجد خطوات عملية لابتعاد عن العدوى كلما كان ضرره أقل على الناس. كذلك الخبر الشائع المنتشر بيننا كثيرا أن فيروس كوفيد-19 أو كورونا يساوي الموت، يعني كل من يصاب بالفيروس
كلهم يموتون. والحقيقة أن المنظمات العالمية الطبية تشير إلى أن نسب الوفيات بهذا الفيروس لا تتجاوز 3% من المصابين به. بمعنى أنا الآن قبل أن أدخل الحلقة كنت أتابع إلى أي حد وصل الفيروس، وصل الآن إلى الآن وصل إلى 600,000، يعني بهذا الحدود، ليس بالضبط 600,000، يعني 500,000 وشيء إلى أعتاب 600,000. من 600,000 الذين يصابون بالوفاة هم 3%، بمعنى بسبب كبر سن، بسبب نقص مناعة، بسبب تعرضه وعدم انتباهه بشكل جيد، بسبب أسباب كثيرة تجعل الواحد من هؤلاء أو 3% من 600,000 يصاب بالوفاة لأعراض ولأمور ربما كانت هي مساعدة أن يكون هذا الفيروس قاتل في حقه. بمعنى الخوف أن يصير فيروس كورونا قاتلا لكل من أصابه ليس صحيحا، بل بإذن الله سبحانه وتعالى هي أزمة وتعدي على خير، وإن كانت موجودة لا ينبغي أن نتساهل ونتهاون ونقول لها هي أزمة لا تضر، حتى 3% حتى 1% حتى لو كان 0.3 عدد خطير، لأنه في النهاية الجسم والإنسان والنفس البشرية أمانة، وكما هو في الأدبيات الصوفية الإنسان بنيان الحق بنيان الرب سبحانه وتعالى، حتى لو كانت نسبة الوفيات قليلة كذلك هو خطير نعم، لكن نتكلم الآن على أنه نعظم الإنسان، نحافظ على الإنسان، نحاول أن ننتبه لهذه الجائحة، وكذلك لا نحاول أن نسبب رعبا للناس، لا نحاول أن نسبب رعبا لأنفسنا وأزواجنا وأولادنا ومن حوالينا. فنسب الوفيات تتعدى 3%. كذلك الشيء المطمئن الحمد لله أن نسب الشفاء من هذا الفيروس نسب عالية جدا، يعني تقريبا إلى الآن هناك قريب من 160,000 حالة تعافت من الفيروس. الصين الحمد لله كانت تتصدر المشهد، الصين الآن تتراجع بشكل مستمر، بمعنى هناك حالات كثيرة من المصابين بهذا الفيروس في الصين تعافوا وتخلصوا. البارحة امرأة كورية جنوبية أو قبل البارحة امرأة كورية جنوبية تبلغ 97 من عمرها، يعني ليست جدة وإنما ربما أم جدات، مع ذلك تعافت وكانت مع عائلتها بشكل جيد. الشيء المطمئن أن هذا الفيروس يمكن الشفاء منه عبر طرق وإجراءات وقائية بإمكان إنسان يتخذها، وإذا أصيب لا قدر الله أسأل الله تعالى الشفاء لنا ولجميع المرضى، بإمكانه أن يعالج نفسه بالحجر الصحي، أن يرتاد مكانا من المستشفيات التي خصصتها الحكومات أو المنظمات الصحة، بإمكان يرتادها حتى تساعده على أن يكون بشكل أجود، على أن يكون متحسن، أن يتقدم في العلاج. فالحمد لله الآن كثير من الدول الآن تعلن أنه الحمد لله توصل إلى مصل، إن لم يكن مصل نهائي يعني علاج نهائي، فبإمكانه أن يعالج حالات هذا الفيروس، بمعنى ليس كما يتصور كثير من الناس أن هناك بلاء نزل من السماء وسيلتهم الأمة كلها وكل بلدة سيدخلها، يعني يذكرون بالأفلام التي كنا زمان نراها، أفلام الزومبي، أفلام الحياة الأموات، أنه خلاص سينزل وباء ثم فجأة تستيقظ الصباح وزوجتك صارت زومبي وأولادك والشارع، يعني محاولة دائما يعني الدمج بين الأفلام والحياة التي يعني عشناها ونحن صغار وبين الواقع، ينبغي أن نكون أكبر من هذا. يعني كثير من الناس يحب أن يعيش حياة أكشن حياته كلها، يعيش يعني يتفاعل مع ما كان يراه مع الواقع، الأمر ليس بمثل هذا. نعم هي خطير، يجب أن نتنبه، يجب أن نلتزم بما تمليه علينا الجهات الرسمية، يجب أن نكون أكثر حذرا، نستخدم الأشياء التي توصي بها الجهات الطبية المعتمدة، نكون أكثر وعيا، ننشر الوعي والثقافة، ننشر الوعي بين الناس، نكون أداة للسلام والوعي والعلم والاطمئنان، لكن مع ذلك لا ينبغي أن نكون أدوات للرعب، أدوات لإثارة الرعب والخوف بين الناس. يجب أن يكون لدينا نسب عالية من الإطمئنان، نسب عالية كذلك من الوعي، لأنه دائما سبحان الله هناك اضطراد بين قضية الوعي والعلم وبين قضية اطمئنان النفس. الإنسان لما يعلم أن نسب الوفيات قليلة وأن نسب الشفاء عالية وأن نسب العدوى يمكن أن تقلص باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، علمه بهذه الأشياء يجعله مطمئن. بمعنى لو كان منظمة الصحة العالمية تقول لو أن بينك وبين الإنسان المصاب متر أو أكثر ثم المصاب عطس وطبعا أكثر انتقاله عبر العطاس السعال يعني الرذاذ الذي يخرج من الفم، لو كان بينك وبينه متر غالبا لن تصاب به الإنسان المتيقن إصابته، بمعنى لو أن جعلنا بيننا وبين الناس مسافات وحاولنا نتعامل بشيء من الأريحية، بشيء من العلم والوعي، بشيء من الثقة، بكثير من الثقة بالله سبحانه وتعالى، إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نتجاوز نتعدى هذه الأزمة على حال حسن. أريد أن أنبه على أمر مهم،
نشر الوعي، نشر الوعي الصحيح، نشر الثقة والثقافة الصحيحة، نشر المعلومات الصحيحة، العمل على حفظ الأوطان ليست مهمة الجهات الرسمية، ليست مهمة وزارة الصحة، ولا هي مهمة رجال أطفاء جزاهم الله خير في الأردن وفي مصر الآن، وفي السعودية رجال أطفاء جزاهم الله خير شاركوا في حملة توعية الناس وفي إيصال الخير لهم. الجهات الرسمية ليست المسؤولة. الحقيقة أيها الإخوان أن كل فرد منا هو مسؤول، لأن في وقت الجوائح والوباء كل إنسان يتحتم عليه أن يعرف واجبه، بمعنى الواحد منا لا ينبغي أن يختلط بالناس وأن يحضر التجمعات وأن يخالط المصابين بحجة أن الجهات الرسمية تقول كذا. ينبغي أن نكون أكثر وعيا، بمعنى كل واحد منا مناط برقبته، واجب شرعي، أنا أقول شرعي، لأن الإسلام كما يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال الله تعالى فحسب الإنسان يترك سدى، قال الإمام الشافعي السدى هو الذي لا يؤمر ولا ينهى. وعندنا في الفقه الإسلامي أنه ما من فعل إلا ولله فيه حكم، ما من فعل إلا وفيه حكم شرعي. حتى في وقت الوباء والجوائح هناك أحكام شرعية خاصة، مثل وباء الطاعون. طعن أريد أنبه على قضية مهمة كما يذكرها الحافظ ابن حجر في بعض كتبه، أن لفظ الطاعون قد يقال الطاعون بمعنى المرض المعروف القديم هذا الذي تقريبا انتهى الآن، إلا قبل سنة ظهر في بعض الجزر الأفريقية، وقد يطلق الطاعون ويراد به الوباء مطلقا، الوباء الذي ينتشر عبر العدوى، فيسمى طاعون كما يقول الحافظ ابن حجر مجازا. فمثل هذه الوباء الطواعين والوباء والجوائح التي تنتشر، هناك واجب شرعي مناط بكل إنسان. ما هو الواجب الشرعي المناط بكل إنسان؟ الأمر الأول ألا ينقل هذا الوباء ولا هذا العدوى إلى غيره. ولهذا الفقهاء الآن يتحدثون أن من تيقن أن لديه هذا الوباء، إنسان يعرف أنه يحمل فيروس كورونا، فيروس كوفيد 19، إذا صافح إنسان أو خالط ناس وهو يعرف أنه يحمل هذا الوباء، هل يحمل دية؟ يعني هل يجب عليه يدفع الدية؟ أما كونه آثم لا إشكال، هو آثم بالإجماع، لأنه يضر الناس. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يردن ممرض على مصح، فر من مجذوم فرار كما الأسد، كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمر بهذا. أما كونه آثما فهذا آثم بلا إشكال. الآن العلماء فقط يكيفون الحكم الفقهي، إذا إنسان لديه هذا الفيروس واختلط بالناس ثم أصاب، هل يدفع الدية المثقلة التي هي دية القتل العمد، أو دية مخففة أو شبه عمد أو لا شيء؟ لكن كثير من الفقهاء يغلظون الأحكام على الذين يحملون هذه الفيروسات ثم يصيبون غيرهم بها. فالأمر الأول، كل من يعلم أنه مصاب بهذا الفيروس يجب عليه شرعا أن يتجنب الناس، يجب عليه شرعا أن يحجر نفسه، يجب عليه شرعا أن يبتعد، لا يليق. قضية أنك أنت واثق بالله، أنت ثقتك بالله اذهب لرأس الجبل وثق بالله ما بينك وبين نفسك، أنت واثق بالله اذهب إلى بيتك وفي غرفتك أو في فندق، أخبر إدارة الفندق أنك مصاب تريد أن تحجز نفسك، لكن أنك واثق بالله فتقوم تنشر البلاء بين عباد الله، هذه ليست ثقة بالله، هذا مثل إنسان مجذوم أو إنسان يحمل رشاش ويقول أنا ثقتي بالله أن الرصاص لا يقتل إلا بإذن الله، ثم يقوم يرصص الناس ويقول لا تخافوا لا يصيبكم الرصاص إلا بإذن الله. الكون قائم على أسباب ومسببات، الحق سبحانه وتعالى فرض نواميس في هذا الكون، الله سبحانه وتعالى جعل الذي يريد منا أن يرتوي يشرب ماء، الذي يريد أن يشبع يأكل طعام، الذي يريد أن يرتاح ينام. الطريقة الهزلية هذه بالتعامل مع الثقة بالله هي حقيقة هي تواكل، هي عدم فقه وعدم وعي وعدم أدب. كان شيخنا حبيب الجفري يقول من سوء الأدب مع الله عدم التأدب مع أسبابه التي ألقاها في الوجود. الله سبحانه وتعالى نثر في هذا الوجود أسبابا وفرض علينا أن نتعامل معها، بل حتى على أنبيائه وصفة رسله أمرهم أن يتأدبوا مع هذه الأسباب حتى يكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى عن حق. فأول واجب من علم من نفسه أنه مصاب بشيء من هذه الفيروسات أن يتجنب الناس تماما، ونسأل الله تعالى الشفاء والعافية. قبل أن أدخل الاستوديو كنت في مكالمة هاتفية مع أحد أحبابي وإخواني مصاب بفيروس كورونا، تواصلت معه كيف حالك الحمد لله في بيتي، جزا الله خير أباه وأمه وإخوته عزلوا في غرفة يتعاملوا معه بشكل مريح، الولد الحمد لله يتحسن الآن، هو يقول تجاوز مرحلة الخطر الحمد لله، الولد يعني ذكي، ولد فطن، ولد مؤمن بالله، طالب علم، هو شعر أنه يحمل الفيروس أبلغ الجهات المختصة، طلبوا منه أن يحجر نفسه في مكان في غرفة، أغلق نفسه الحمد لله، أهل بيته سالمون وهو سالم وهو يتعافى.
هذا الواجب الشرعي على كل من كان يعلم. أما إنسان يهرب من المستشفى، أو إنسان يعلم أنه مصاب ثم يخالط الناس، أو إنسان يشك أنه مصاب بأن جاء من مكان موبوء أو يكثر فيه هذا الوباء ثم لم يعرض نفسه على الفحص أو ما شابه، فيه خطورة وفي تعدي على الله سبحانه وتعالى، في تعدي على الحق سبحانه وتعالى، في تحدي لله سبحانه وتعالى، وفي عدم تأدب مع الله جل في علاه. الأمر الثاني، علينا أن نأخذ الإجراءات الطبيعية الوقائية الاحترازية دون إفراط ولا تفريط، دون إفراط ولا تفريط. معنى دون إفراط ولا تفريط، هناك مجموعة، هناك حزمة من الأمور التي منظمة الصحة العالمية كجهة مسؤولة على مستوى العالم نصحت بها. طبعاً منظمة الصحة العالمية لها موقع بكل اللغات العالمية، بالعربية والإنجليزية والملاية والفرنسية والروسية، بإمكان كل إنسان بكل. الآن نحن في عصر التكنولوجيا، نحن في عصر التقنية الحديثة، من جوالك أدخل موقع منظمة الصحة العالمية، تأتيك قائمة، تدخل كورونا، الأسباب، الإجراءات الوقائية. باختصار منظمة الصحة العالمية تحث بأمور، الأمر الأول المحافظة على النظافة، ثم على النظافة، ثم على النظافة. يعني لابد أن نحافظ على النظافة بأكبر ما نستطيع، والنظافة ليست بطريقة عشوائية، إنما كلما دخلت البيت حافظ على غسل يديك بالماء والصابون. وهناك طريقة ربما كثير منكم يعرفها، هي أن يغسل بشكل جيد بحيث أنه يعم يده كلها بالماء والصابون، بمعنى يغسل خلف يديه، يغسل ما بين أصابعه، يغسل خلف الإبهام، هذا المكان الذي لا يصل إليه، يغسل باطن الراحة، هذا الذي لا يصلها، يغسل يديه بالماء والصابون بشكل جيد كلما دخل من البيت أو كلما عاد. وبعد الغسل لابد من التجفيف الجيد، كذلك منظمة الصحة العالمية توصي بعد غسل اليدين من التجفيف الجيد بالمحارم الورقية، بمنشفة نظيفة الأم تغسلها بشكل دوري بشكل يومي في البيت، تنظفها، ننشر ثقافة النظافة في بيتنا. النظافة شيء أساسي من الإسلام، في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان مرة مع الصحابة، انظروا إلى أي حد يؤثر، إلى أي حد تؤثر ويؤثر إهمال النظافة. فكان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالوا: يا رسول الله، نرى جبريل قد أبطأ عليك، يعني منذ فترة ما نزل جبريل، لا وحي، لا بشارات، لا اتصال بالسماء. بالله عليكم، نحن وإياكم مسلمون، نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، نحن نؤمن أن هذه الشريعة الكاملة جاءت لتغطي كل جوانب حياتنا. بماذا أجاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جوابا عجيبا جدا، قال: كيف لا تريدون جبريل أن يبطئ علي وأنتم تدخلون علي قلح الأسنان؟ ما تنظفوا أسنانكم، قلح الأسنان، ثيابكم غير نظيفة، وبراجمكم يعني أيديكم غير منقاة. سبحان الله، ربط النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انقطاع السماء على الأرض في قضية النظافة، بمعنى كلما كنا أكثر نظافة كلما اتصلت السماء بالأرض، حتى في أيام الوحي، حتى في أيام الوحي. نحن نحتاج أن نعيد، أن نفعل النظافة من منظور شرعي، وكذلك هي أخلاق حضارية، أخلاق إسلامية. نيوزويك، الصحيفة نيوزويك، أخبار أسبوع، الصحيفة الأمريكية الشهيرة، قبل أيام، قبل أسبوع، نشرت مقال عنوانه: النبي محمد أول من حث على الحجر الصحي والنظافة العامة، ثم نقل نصوصا نحن وإياكم سمعناها في خطب الجمعة، سمعناها في البرامج التلفزيونية، سمعناها من أبائنا وأمهاتنا، قرأناها في مطويات، قرأناها في كتب وفي محاضرة وفي كتيبات، قرأناها وعلمناها كثيرا، ولكن لم نبادر بالعمل بها. فالنظافة ثم النظافة ثم النظافة، نحاول بقدر المستطاع أن نحافظ على نظافتنا. الأمر الثاني، تقوية المناعة. يعني منظمات الصحة ومنظمات الطبية بشكل عام تحث على قضية أن يكون الإنسان على مستوى عال من المناعة، لأن هذا الفيروس يهدد أساسا الناس أو الأشخاص الذي لديهم مناعة ضعيفة، الذين لا يتريضون أو لا يأكلون بشكل جيد أو لا يأكلون أطعمة الجيدة أو أنهم يتناولون الأطعمة بشكل غير جيد. نحتاج أن نقوي المناعة من خلال بعض الرياضات، من خلال بعض الأطعمة، من أهمها فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين دال، فيتامين اي، ثلاثة الأربع الفيتامينات التي يوصي بها الأطباء وينصحون بها، التي ترفع من نسب المناعة وتعطي الإنسان قوة لمواجهة مثل هذا الفيروس. نعتني بصحتنا، ونعتني بصحة أبنائنا، ونعتني بغذائنا، ونعتني بنظافتنا. الأم في البيت أول ما يجي الأولاد، أول ما يجي الزوج من الخارج، مباشرة عند الباب، عند الباب يتوجه مباشرة للمغسل، يغسلون أيديهم بالماء والصابون، ثم بعد ذلك يدخلون أو ينزعون ثيابهم في مكان مثل الحمام أو ما شابه.
كذلك ما توصي به منظمة الصحة العالمية عدم مس الوجه أبدا. منافذ الفيروس ثلاثة فقط: الفم، الأنف، العين. هذه المنافذ التي يصل إليها الفيروس إلى الجسم، بمعنى لا يمكن هذا الفيروس أن يدخل إلى أجسامنا إلا من خلال هذه الثلاثة المنافذ تشكل هذا الهرم: الفم والأنف والعين. فتوصي منظمة الصحة العالمية ألا نمس هذه الثلاثة الأعضاء إلا وأيدينا نظيفة تماما بعد غسل من الماء والصابون. بمعنى كلما حاولت ألا تمس وجهك وألا تمس فمك ولا أنفك ولا عينك إلا ويدك مغسولة تماما بالماء والصابون، لا يخشى إن شاء الله عليك من ضرر، لا يخشى عليك. لكن إذا كان الإنسان بشكل مستمر يمس فمه، يمس أنفه، يمس عينه وهو في الشارع، وهو بعد السواقة، وهو يشتري، وقد مس بعض الأسطح الموجودة في العالم الخارجي، يخشى أن يصاب بشيء، لأن الفيروس هذا ينتقل قلنا عبر الرذاذ الأنف والفم، لكنه إذا كانت مسافة بعيدة لا ينتقل، لكنه يصيب بعض الأسطح مثل الطاولة، مثل الكرسي، مثل الرداء، مثل الثوب، مثل الكوب، يصيبها وعمره التقريبي خارج الجسم 14 ساعة إلى 12 ساعة إلى 14 ساعة، عمره التقريبي. بمعنى ربما تمس هذا الفيروس ويبقى موجود في يدك، فإذا مسست وجهك أو مسست فمك أو مسست عينك ينتقل. بمعنى لو كان على يدك ثم حاولت أن تغسل نفسك جيدا سيموت هذا الفيروس، تتخلص وتكون إن شاء الله بصحة طيبة. بمعنى الأمر بسيط جدا، فقط نحتاج إلى وعي كثير. الأمر الثالث الذي توصي به المنظمات الصحية ومنظمة على رأسها منظمة الصحة العالمية: عدم الاكتظاظ والازدحام. نحن لسنا بحاجة أن نزدحم بطريقة غير ضرورية. بمعنى الازدحام على الباصات، الازدحام في الأماكن مثل الأعراس، الزواج وما شابه، ليس بحاجة إليها. عجبني أحد الأحباب قبل أيام أرسل لي دعوة زفاف لولديه. أرسل دعوة للرجال والنساء، أرسل دعوة تشرفون الحضور الغداء والعشاء يوم كذا وكذا وليلة كذا وكذا. مباشرة لما بدأ هذا الفيروس ينتشر، مع أنه الحمد لله في اليمن إلى الآن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن اليمن خالي تماما، لكن مع ذلك ينبغي أن تتخذ بعض الإجراءات. جزاه الله خيرا، مع أنه لا يوجد لدينا، أرسل اعتذار لكل من أرسل لهم دعوة أنه أخر الزواج إلى أجل غير معلوم، إن شاء الله في وقته سننبئكم. والقضية كانت بشكل مريح جدا جدا جدا. بمعنى الأوقات التي أو الأماكن التي لا نحتاج أن نزدحم فيها لا نزدحم فيها، بالإمكان نجعل بيننا وبين غيرنا في الأماكن المبوءة، خصوصا أعرف أن من الذين يتابعون من العراق، من الأردن، من مصر، من فلسطين، من السودان، من سوريا، من فرنسا، من بعض المناطق التي دخلها ربما من إيطاليا، المناطق التي أصابها هذا الوباء، نسأل الله الشفاء والعافية البشرية كلها. علينا أن نجعل بيننا وبين غيرنا مسافة، هذه المسافة كافية أن نتحدث. لهذا حتى عندنا في الفقه الإسلامي يعني مصطلح جميل جدا، يعني توظيفه في هذه الأيام مفيد للناس كلهم، يسموه مجلس المخاطبة. هكذا يقول مجلس المخاطبة. مثلا الفقه الإسلامي يتكلم على قضية غسل اللحية، غسل باطن اللحية، متى يجب أن تغسل باطنها ومتى لا يجب أن تغسل باطنها، متى يجب أن يغسل الشعر الكثيف، متى لا يجب. فيقول ما يرى من مجلس المخاطبة. إذا كانت البشرة ترى من مجلس المخاطبة فهذا شعر خفيف، يجب أن يغسل باطن اللحية. إذا كان الشعر كثيفا لا يرى من مجلس المخاطبة فلا يجب أن يغسل باطنه. ثم يأتي السؤال الذي يعلق عليه المحشون: ما هو مجلس المخاطبة؟ يعني ما هو المجلس المعتاد عند الناس أن يتخاطب الناس من خلاله؟ فيقولون هكذا: مجلس المخاطبة ثلاثة أذرع. يعني الناس في بلداننا، في الثقافة الإسلامية، في الحضارة الإسلامية، في الوطن الإسلامي، كان المعتاد شرعا أن مجلس المخاطبة بين الرجل والرجل، بين المرأة والمرأة، بين الإنسان والإنسان، مجلس المخاطبة هو ثلاثة أذرع. بمعنى هذا ليس قضية جديدة أنه والله مع الوباء هذا الحاصل فيجب أن أتكلم وبيني وبينك ثلاثة أذرع. تعرفون ثلاثة أذرع تقريبا أكثر من متر، يعني هذا مقرر، وأنه يعني الناس في أذهانهم كان أن مجلس المخاطبة المعتاد هو أن يكون بينك وبين الآخر ثلاثة أذرع. نجعل هذه المسافة بيننا وبين غيرنا شيء جيد جدا. كثير من الفعاليات لا بس أن نقولها، نحن الآن في عصر التكنولوجيا، عصر التقنية، العالم القرية الصغيرة، يعني أحد مشايخنا كان يلقي درسا، يعني مجلس خميسي يحضره ثلة من كبار طلبة العلم. الشيخ لما سمع بهذه الحالة الطارئة قال للإخوان والشباب من حولي: ما رأيكم يا أحباب ننقل المجلس من كونه مجلس عندي في البيت أن يصير مجلس عبر النت؟
الآن البرامج التي عبر النت تعرفون مجالس كثيرة جدا، الشيخ مباشرة نقل المجلس عبر النت وصار نفس المجلس، المجلس هو طويل طبعا، مجلس طويل، وصار الشيخ بكل أريحية ينقل المجلس عبر النت ويتحدثون. هذا في مثل الحالات التي تأكد أن هناك حالات للإصابة بهذا الفيروس أو يشتبه بحالات لهذا الفيروس، فيجب أن يكون هناك إجراءات احترازية أكثر. الأمر الذي يجب كذلك على كل فرد منا، يجب على كل فرد منا أن يعيه، أن يكون مغلاقا قفلا لكل شائعة تنتشر. أنا جئت هنا بشائعات ذكرتها منظمة الصحة العالمية وبعض المواقع المختصة. العجيب أنه شائعات كثيرة جدا. فعلى سبيل المثال أول شائعة أن مرض الفيروس كورونا، هذا المرض الجديد، جاء من جراء أن رجل صيني أكل خفاش فانتقل من الخفاش إلى الناس كلهم، والحقيقة أنه لا علاقة لهذا بالخفاش مباشرة، مع أنه هناك بعض التحليلات تقول ربما يكون سبب الخفاش، لكن الحقيقة أنه بدأ من سوق أسماك في أحد ولايات ووهان في الصين، يعني لا ربط مباشر بين الخفاش وبين هذا المرض. لماذا؟ لأنه بدأ الناس يتكلمون ويوظفون توظيفا دينيا، لأنكم لا تسمعون كلام الله ولا تأكلون المأكولات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، فلهذا السبب، لأنك لو أكلت حتى مأكول شرعي ولكن بطريقة غير صحية ربما يؤذيك. كذلك من الشائعات على أن مجففات الأيدي التي تنتشر في المطاعم وفي الأماكن العامة كفيلة أن تقضي على الفيروس في 30 ثانية. منظمة الصحة العالمية تكذب هذا الكلام. المجففات الموجودة في المستشفيات وفي المطاعم وفي الأماكن العامة لا تقضي على الفيروس. الفيروس بحاجة إلى أمرين اثنين، بحاجة إلى ماء وصابون أو بحاجة إلى معقمات التي تنتشر. كذلك من الشائعات المنتشرة الآن أنك إذا مسحت جسمك، جئت بزيت السمسم ومسحت جسمك كاملا، فأنت الحمد لله في وقاية تامة من هذا الفيروس. كذلك لا علاقة، تقول منظمة الصحة العالمية، لا علاقة لزيت السمسم بمنع هذا الفيروس من دخول الجسم. زيت السمسم جيد، زيت السمسم مفيد للصحة، السمسم مفيد للصحة، لكن لا توجد علاقة مضطردة بين قضية زيت السمسم وكونه مانعا من دخول هذا الفيروس للجسم أو أنه يقضي على هذا الفيروس. كذلك من الشائعات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية أن الثوم، كل الثوم، كل البصل، أكثر من أكل الثوم البصل، فإنكم إذا أكلتم الثوم البصل ستتخلصوا من هذا الفيروس. الحقيقة منظمة الصحة العالمية تقول لا توجد علاقة مضطردة بين قضية أكل الثوم والبصل مباشرة مع التخلص من هذا الفيروس، وإن كانت منظمة الصحة العالمية تقول أنه مفيد. هناك شائعات كثيرة يجب علينا أن نكون واعين، نتلقى المعلومة من مصدرها الأساسي، طبيب معروف مشهور أو منظمة أو موقع معتمد. نخرج إن شاء الله سبحانه وتعالى فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث مع شيخنا حول هذه الجائحة وكيف يمكن أن نتلافاها وكيف نعيش باطمئنان وسرور. فاصل إن شاء الله، وبعد الفاصل نواصل الحديث. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الليلة مباركة، وهي مباركة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأن يزيدها بركة. شرفنا وشرفكم أجمعين وأسعد الجميع بحضوره شيخنا ووالدنا سيدي العلامة المربي العارف الحبيب عمر بن محمد بن سعيد بن حفيظ، حياكم الله سيدي. رحم الله إياكم بعنايتهم، حياكم أجمعين. الحمد لله سيدي، أنتم في كل عام تشرفون في ساعة وصال في فرص سعيدة، وهذه إن شاء الله فرصة سعيدة كذلك يا كريم. والمؤمن لا يزال يتقلى في نعم الله مع اختلاف مطالع أسماء الحق سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. سيدي، الآن مع الجائحة التي اعترت العالم كله، اليوم تقريبا وصلت إلى 183 بلدة، والآن قبل الحلقة 600 ألف حالة حول العالم. المؤمن المسلم الذي يوقن أن الله هو المتصرف الوجود، ما هي الرسالة التي يفهمها من خلال هذه الجائحة؟ اللهم لك الحمد شكرا ولك من فضلا، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أرسلت إلينا الصادق المؤتمن
عبدك المجتبى محمدا بالهدى ودين الحق، فصلي وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحابهم أجمعين وتعبيهم بإحسان إلى يوم الدين. وعجبا لحال المؤمن كما قال صاحب الرسالة: إن حاله كله خير، إن أصابته سر شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضر صبر فكان خيرا له. ويجعل الله تبارك وتعالى أنواع الآيات في الوجود فيما يخصه وفيما يعم فيما ينال المناطق الكثيرة وفيما ينال مناطق أقل من ذلك وفيما يكاد أن يشمل عامة مناطق العالم من أنواع السر وأنواع الضر، وما يكون من الآيات في الكون أيضا عاما لجميع المؤمنين، ويرسلها لحكم، فإن الحكيم جل جلاله في كونه لا يصدر شيء ولا يحصل شيء من دون ما يليق بحكمة الصانع الموجد المكون الخالق العظيم سبحانه وتعالى. وهو القائل عن مظهر من مظاهر السوء والشر والفساد، وهو صناعة ونحت الأصنام لتعبد من دون الله. يقول سيدنا الخليل إبراهيم وهو يخاطب قومه فيما حكى الله عنه في القرآن: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. أي والأصنام المنحوتة هذه أنتم وإياها مخلوقون بخالق واحد. فكان إذا انصرف الوعي والعقل والإدراك الذي أعطاه الله الإنسان منصرفا صحيحا، من حقه أن يعلم أن هذا المنحوت أبعد ما يكون عن أن يكون إلها، لأن حتى التحكم في النحت فيه كان منها من قبل هذا الذي يريد أن يعبده، وهذا الذي يريد أن يتخذه إلها، فظاهر عليه أنه مفعول به، وأنه والذي خلقهم وخلق عملهم هو الله هو الأحق بالعبادة. لكن كيف ذهب هذا عن أذانهم؟ أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ثم وقف سيدنا الخليل أيضا أمام مشهد واضح جلي حسي، يقول لهم: بل فعله كبير، ماذا فسألهم؟ قالوا: أما علمت أن هؤلاء لا ينطقون؟ قال: فتعبدون ما من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله إن كنتم تعقلون. فما كان في مقابلة ذلك من هؤلاء إلا أنهم قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. يعني أمام المنطق السليم ما عرفوا يجيبوا إلا قالوا. وهذا ما يجعل الفوارق بين المؤمن بالخالق وعظمة وآياته وغيره في مختلف الحوادث والآيات. سبحان الله، لعل حادثة هذا الفيروس الكورونا وجدت نصيبا من البث والإشاعات بما وصل إلى أن عامة الشعوب في الأرض جاوزت حدها في الخوف وفي القلق، مع أنه مهمة المؤمن أن يفقه الحكمة في ظهور الشيء وفيما يتعلق بالسر، يحيطه بما لا يخرجها عن وضعها الصحيح إلى أداة ضر أو إيذاء أو خلل يقع به من الفخر والتغطرس والاعتداء ونسبة الشيء إليه إنما أوتيرته على علم عندي وما إلى ذلك. وفي الضرة يتعامل معها تعامل من يقوم بشأن الوقاية لمن لم يصبه وبشأن العلاج لمن أصيب بالأسباب التي جعلها الله وقاية وبالأسباب التي جعلها الله علاجا، والتي
منها أسباب ظاهرة ولها مرجعية إلى التجارب وإلى شؤون المتخصصين في ذلك الأمر، فيعاد إليهم فيها لأخذها والعمل بها. أسباب الوقاية وأسباب العلاج أيضا لمن أصيب، مع اشتراك الكل المؤمن وغير المؤمن في الأخذ بهذه الأسباب، أسباب الوقاية وأسباب العلاج الظاهرة التي نتحدث عنها، وإن مرجعها إلى التجربة وإلى أهل الاختصاص في تلك التجارب. مع ذلك كله فيبقى فارق بين المؤمن وغيره وبين المؤمن والمؤمن على حسب قوة إيمانه وضعفه، في أنه عندما يقابل وعندما يستعمل. عندما يقابل الحادثة أو الضر الذي وقع، يكون عنده من اليقين ما يحميه من الانزعاجات والقلق الذي يصيب من في نظره وغاية مدركه أنه لا ليس له إلا هذه الحياة، وهذه الحياة ما يقصد منها إلا شهواته ومتعه ورغباته فقط، فهي كل شيء عنده. فرق بين هذا وهذا. ذاك يرى أن هذه الضرة سالبة عليه أساسيات من غاية مقاصده، فله القلق، يصلح له القلق، ويصلح له شدة الحزن، ويصلح له التبلبل، لكن من يوقن أن هذا الضرة جاءت لحكمة، وأنه وراءها أمر أكبر، وأنه فوقها قدرة فلا تصيب ولا تنتشر إلا تحت تلك القدرة، وأنه أوجب الأخذ بالأسباب القادر الصانع جل جلاله وتعالى في علاه، وجعل لنا مع هذه الأسباب التي يأخذ بها الآخرون أسبابا باطنة نوقن بها ونؤمن. من أعظمها وأجلها الدعاء الخالص من القلب الخاضع الخاشع المتذلل للرب جل جلاله الموقن بعظمته، إلى الحدود التي قال عنها صاحب الرسالة: مامون الحق في تبليغ الخلق، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن البلاء لا ينزل من السماء فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وحجم الأسباب: التوبة من الذنوب، النظر إلى الأسباب الباطنة في وجود تلك الضرة، كما أرشد الحق تعالى سادتنا الصحابة في غزوة أحد وقد نازلتهم ضرة وشدة، ويقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في ماضي التاريخ والمقابلة مع الكفار، قلتم أن هذا، قل لهم قل هو من عند أنفسكم، في خلل موجود عندكم بسبب ظهرت هذه المصيبة وحلت بكم، قل هو من عند أنفسكم، كما قالهم في الآية الأخرى: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فانتزاع السبب الذي قامت به الضرة وأقوى في التأثير من مجرد المعالجة لها وإرادة التوقي منها، بل الوقاية بهذا لذاك السبب الذي أحدثها وقاية يذهب المصيبة من جذورها. وبعد ذلك تأتي النسبة إلى أفعال الخلق أو تسبباتهم عند المؤمن محدودة بحدها، مصروفة في وجهها،
بحيث لا يطغى السبب على الإيمان بالمسبب جل جلاله وتعالى في علاه. وبين لنا الآيات الكريمة وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم شان هذا الاعتقاد عند المؤمن، حتى يتكلم علماء التوحيد أن القاتل إن كان يستحق الإثم العظيم ويستحق القصاص في القتل، فإنه لو لم يقتل لما كان في عمر ذلك المقتول زيادة على ذلك الحد الذي يصل إليه. فشاءت الحكمة لله أن يكون تسبب الإنسان في نزول المصيبة بالآخر له إثمه الكبير ومؤاخذته عليه، ولكن مع ذلك كله لا يجوز أن يعتقد الاستقلالية عند ذلك القاتل. حتى لما قال القائل منهم لو أطاعونا ما قتلوا، أجاب الحق مباشرة قال قل فدروا أنفسكم الموت، ما دام الموت بيدكم خلاص أنتم لا تموتوا، فهذا ما يتأتى. ويقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذا علمنا ذلك كله فإن الميزة في استقبال الأمر، بمعنى من الطمأنينة والوقار، وكن متوقرا عند الغير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وهكذا ينضبط شؤون الحزن والتأثر عند المؤمن بضوابط تجعله مميزا ومعززا ومكرما عن أن تأخذ به أمثال تلك الأشياء، ويقوم في الوقاية وفي العلاج بأسباب مع هذه الأسباب التي يشارك فيها غيره من الناس، وهي كما سبق معكم في الحلقة قبل أن ناتي منها ما ينتشر أنه علاج أو أنه وقاية وما يكون له علاقة بذلك الأمر على وجه الدقة عند ذوي التجربة وذوي الاختصاص. ومنها ما بالعكس ما يقال أن ليس فيه خطر ولا منه ضرر، ويكون في الواقع من حيث السببية أن الله رتب عليه خطر وضرر، فلهذا يرجع في هذا الأمر إلى صحة التجربة وإلى ذوي الاختصاص فيها، يرجع عليهم فيها. ثم يشترك المؤمن مع غيره من العباد في الأخذ بهذه الأسباب الظاهرة ومعه تلك الأسباب الباطنة من توبته ومن استغفاره ومن دعائه للرحمن ومن صدقته ومن عزمه ونياته وتصحيحها للمستقبل وما إلى ذلك. وفي كل الأحوال من بداية ما يستقبل الخبر إلى وسط ما يقوم بالأسباب إلى غاية ما ينتهي إليه يكون باله أقرب إلى الهدوء وإلى الرضا وإلى السلامة من الانزعاج الذي لا يفيد صاحبه ولا يدفع عنه سوء. وهكذا كتب بعض العقلاء من الأخيار إلى صاحبه في مصيبة نزلت، واعلم أنك إن صبرت نفذ قضاء الله وأنت ماجور، وإن جزعت نفذ قضاء الله وأنت مازور. ففي كلا الحالين ينفذ قضاء الله، ولكن أنت تفرق بين أن تكون ماجور وبين أن تكون مازور، والأمر جرى. لهذا علمنا الله سبحانه وتعالى وقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أقاموا الأسس في البداية، والكنز الأعظم من إيمانهم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، والنتائج أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون، كما يقول جل جلاله وتعالى في علاه ومن آمن بالحياة الآخرة كان آمن في الدنيا من القلق والانزعاج بكل ما يجري فيها، فإن حال المؤمن كله خير كما حدث صلى الله عليه وسلم، ولكن بحسب الإيمان وبحسب قوته. وفي هذا سبحان الله من التنبيهات والتوجيهات والرسالة بيان ضعف العالمين والخلق أجمعين وعجزهم وحاجتهم إلى معونة الله تبارك وتعالى لطفه، مهما عظمت عندهم الوسائل
والأساليب والتقدم في العلاجات وفي مقابلة أنواع الكوارث الأخرى. ولذا لم تزل المجتمع الإنساني بدوله الكبرى والصغرى ودوله المتقدمة ودول النامية تطرأ لهم من وقت لوقت. الأيام هذا حديث الكورونا، ولكن لما أخذ قوة في النشر أخذ نصيب في مساحة تفكير الناس وأقلم أكثر، وإلا مثل هذه المصيبة إذا الآن يقول أهل الصحة والهيئة العالمية للصحة أن نسبة الوفيات في الغالب تكون بهذا المرض 3%، كثير من الأمراض النسبة فيها أكثر من هذا وربما أضعاف مضاعفة، وربما انتشرت من وقت إلى آخر هنا وهناك، ولا زالت كالسرطان والضجة ماشي عليها ضجة. دليل أيضا الناس صاروا مساكين مستهدفين بالألم ومستعبدين لشيء مما نشر شيء حركهم وقلقهم صلح، وقد يكون أحيانا في هذه المنشورات تدخل بعدين أغراض أخرى. ولهذا حتى بعض أرباب السياسات من عندنا في عالمنا يقول هذا ما هو أمر صحي، هذا صحي واقتصادي وسياسي إلى غير ذلك. يعني الناس بأغراضهم وطبائعهم مصائبهم مخالفة الفطرة والبعد عن التزكية للنفوس، وهذا الذي يضر الفئات والأمم والشعوب والدول. أنواع الأضرار اللي فيها كلها راجعة إلى هذا، مخالفة الفطرة السليمة والبعد عن تزكية النفوس يؤدي إلى أمثال هذه المصائب والكوارث. ومثل هذا من جهة المرض ومن جهة الجوائح الأخرى التي تجتاح الناس، ما أدري إلا شيء من الدول الكبرى من الدول الصغرى، جاءت عندهم عاصفة، جاءت عندهم رياح، جاءت عندهم فيضانات، جاءت عندهم وخسائر كثيرة وكبيرة هنا وهناك. بل كثيرا من الأحيان يكون الخسائر والأتعاب في الدول الكبرى المتقدمة أضعاف ما يحصل يجي مثل جائحة هذه ومثل اسمها في دولة فقيرة، فيكون مصحوبة بنوع من اللطف. أين تغيب هذه الواقعات عن الأذهان إلا بتغييب أوهام وخيانات للحيلولة بين الإنسان وإدراك حقيقته وإدراك حقيقة خالقه وعظمة إلهه الذي أوجده، فتتحول بدل ما تكون تذكرة وتبصرة إلى زيادة من الهلع والجزع والقلق وما إلى ذلك، فبدل أن يستفيد يصير متضررا كأنه كافر وهو مؤمن، كأنه غير مسلم وهو مسلم. فلذا يجب أن نعلم مهماتنا في مثل هذه الكوارث والحوادث، وأن علينا الثبات على الثقة بالحق وحسن الرجوع إليه واليقين أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأننا عندما نقوم بالأسباب نعبد المسبب بها ولا نعتمد إلا عليه وحده جل جلاله، وأنه ما نازلنا وما دفع عنا لنا في كل الخير والنصيب. يقول سبحانه وتعالى في مثل الذي يقاتل في السلف ومن يقاتل في السلف فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني كل الأحوال وكفل الله لمن خرج يجاهد في السبيل لا يخرج إلى جهاد سبيل صحيح النية والقصد، أمرين، أحد أمرين، إما الشهادة والجنة وإما أن يرجعه سالما إلى أهله بما نال من أجر وغنيمة، فهو في كل الأحوال رابح. كذلك شأن المؤمن، فالشأن المؤمن الرابح يجب أن يكون من أحسن الناس طمأنينة وخيرهم سكينة عند هذه الحوادث وعند هذه النوازل. وإن الإنسان الذي لم يهذب بطبيعته ولم يؤمن خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا، إلا ذكر الله أول خصلة مؤثرة وجود الصلة بينه وبين الرب إلا المصلين. المصلين بس معلقين بالصلاة ومستمرين عليها، يعني مفعولها قوي فيهم، الذين هم على صلاتهم دائمون. وبعدين ناس تمتد أيديهم بالنفع إلى الآخرين، فالحق تبارك وتعالى يدفع بالصدقات السر بنفع الآخرين عن النافع، هذا مصائب كثيرة.
تمتد ليد عناية الله مقابل ما مد يده إلى الخلق في أولادهم في أموالهم حق معلوم للسعيد والمحروم. بعد ذلك ربطها والذين يصدقون بيوم الدين والذين من عذاب ربهم مشفقون، عذاب الله أشد من كل هذا الذي يحصل والذي يصل. فنجد أمثال هذه الاحترازات، ونقول الاحترازات بحكم العقل وبحكم الشرع واجبة، الوقاية والعلاج لمن أصيب، ولكن إذا كان أخطر منها وأشد نغفل عن الاحتراز منه وعن الوقاية وعن علاجه. إذا وقع فينا إيش الخلل الذي فينا؟ في هناك كثير أشياء خطرها علينا كبير أعظم من هذا الخطر، وما عرفنا الاحتراز عنها ولا انبعثنا لنحترز منها. وكل ما اعتيد مما ترك في مثل هذه الأيام خوفا من هذا الفيروس، كثير منه من أمثال ترك المعاشرات في الحرام وترك الاجتماعات على الاختلاط والكلام الماجن الساقط والهابط، وترك كذلك البيع لكثير من المسكرات والأمور المحرمة وما إلى ذلك. شان خطرها في عقيدة المؤمن، وهو أمر واقع وإن لم يعتقده الكافر، في عقابها وإثمها. ما هو مثل كورونا، كورونا يصيبك وتتعالج منه أو غاية الأمر تموت، وإن لم يصبك الكورونا ستموت قبل أو بعد. كثير من الحوادث الآن يظن أن الموت بسبب هذا الفيروس، عند الفحص يطلع سبب ثاني ما هو هذا الذي قتله، فهذا ما أصيب الكورونا ومات. إذن الموت حاصل أن أصبته، وإن لم تصب هو يقين قطعي أشبه بالشك عند الناس، كما قال سيدنا علي ما رأيت يقين أشبه بالشك من الموت. فعاد الأمر إلى أن على المؤمنين رسالة في هذه الحوادث والأحوال كلها، ما ذكرنا منها ولم نذكر، ويتذكرون أنهم كم تركوا الأمور الآن من أمور حتى مباحات في الشريعة وكانت محرمات يحرصون عليها، وخطر الواحد منها عليهم في مستقبلهم ألما وشدة وحزنا وغما أعظم من واحد فيروس كورونا ومثله 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 ومثله، أخطر وأكبر. جاءت أنا حديث الإسراء والمعراج، الذين تتثاقل رسوم عن الصلاة يرضخدون بحجارة منها، كل مرضخة عدد كما كانت ينسبها إلى مشكلة فيروس كورونا. طيب أنت عندك أولاد كبروا وتتثاقل رسوم عن الصلاة ويخرون الصلاة عن أوقاتها ولا يصلون، ولا احترزت من هذا من جهة مرض الكورونا، احترزت من ذاك وحتى رجعت تقوم أولادك، أتصلي من أجل دفع فيروس الكورونا؟ ولا تعرف قدر الرب الذي جعل إثم المتهاون بالصلاة، هذا الذي شهده زين الوجود الصادق صلى الله عليه وسلم في رضخ هذا الرأس، تصور رأس يرضخ بحجارة منها يرجع ويرضخ مثل كم كورونات، هذا مثل كم، هذا غاية الأمر موتة واحدة، لكن هذا إيش من ألم وإيش من موتة بعد موتة؟ ما هو ما يجب الاحتراز منه، ونعمل احترازاتنا، ننتبه لأنفسنا، مروا أولادكم بالصلاة هم سبع وضربوهم على تركهم أبناء عشر إلى غير ذلك، ولا احتراز عند الكثير مئات من أسر المسلمين، ولا احتراز من هذا هو بنفسه وعدل أولاده وآخر. فيجب نراجع، فهذا من رسالة الكوارث هذا الحادث، راجع حساباتك وانظر حقائق الأخطار وكبير الأخطار وكيف يكون الاحتراز وكيف يكون الوقاية، واعلم أن أمراض القلوب أشد من أمراض الأجساد، وأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. ورضي الله عن ماشطة بنات فرعون، عندما آخر ولد من أولادها كان طفل يرضع، لما رضوا قامت قاعست من رحمتها على الطفل فكالذرع من تدوم أمه أثبتي فإنك على الحق وإن عذاب الدنيا هون من عذاب الآخرة، يضعك في الزيت الذي حماه فرعون لكن وراك نعيم ومأبد. هذه الموازين والمشاعر هذه يجب ترجع علينا، وهل نتوسل في إرجاعها إلى وسائل الإعلام وتواصل وقول تعالوا بعثوها في الناس، والمؤمنون إذا من بعثت فيهم بتنزيل الحق ووحيه وأخبار رسوله ومجالسة الصالحين الذين عزفوا
عن المجالسة للكثير منهم متاحة لهم، وعن وضعها في منزلها من الإكرام والإجلال، وهي الأسباب التي تبعث استقامة الفكر والوعي والعقل على وضع الأشياء في مواضعها، ومعرفة الأخطر من الخطر، الخطر والأخطر. ومع مشاركتنا لكل عاقل في الاحتراز حتى من الأمراض الظاهرة والجسمية وما يسبب التعب في الدنيا، لكن لنا ميزات وخصوصيات ولنا أمور كريمات شريفات بواسطة هذا الدين وبهذا الإيمان يجب أن لا نغفل عنها ويجب أن نعود إليها، وفي ذلك صلاح لنا وللعالم وسبب حتى لدفع هذه المصائب عن بقية البني آدم وبقية البشر على ظهر الأرض. وحتى ذكرتم سيدي بإمكان إنسان يتجنب هذا بلاء الآخرة بدون أن يصاب شيء في الدنيا. ناشطة فرعون كانت يعني هلاك شديد على نحن نستطيع أن نتجاوز هذا بدون أي ألام، بدون أي نار زيت في زيت ولا يحرق كلها كذا، بل وعاقبته حتى في الدنيا. كثير الآن الذين مثلا الذين يشربون الخمور والكحول والمخدرات نسب المناعة عندهم ضعيفة فيصلهم أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس. حتى الآن الأطباء يقولون هؤلاء الذين يعيشون حالة الهلع والخوف تفضلتم الجزع معرضون لإصابة الفيروس أكثر من غيره، المناعة تضعف يعني كلما قوي إيمانه. هذا سيدي يجرنا لشيء اليوم، مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس يقول أن مشكلة الفيروس هذا ليس في قوته وإنما في انتشاره، يعني هو ينتشر بطريقة أسية متتالية هندسية. يقول في أول 100,000 انتشر في 67 يوم، ثاني 100,000 في 11 يوم، ثالث 100,000 في 4 أيام، رابع 100,000 في يومين. هو يرى أنه مشكلته في سرعة الانتشار. كيف سيدي نفهم أن هذا علم ينبغي أن نؤمن به، وبين كذلك أن الكون في القبضة؟ أيوة. هل مكتشف هذا كان له تصرف في ترتيب هذا؟ هو اكتشف الترتيب، فمن الذي رتب؟ زين الله، هو اكتشف الترتيب بس لكن من يرتب؟ من الذي رتب لهذا الفيروس؟ هذا الذي رتب له قوة الانتشار هو القادر على قطعه مباشرة متى شاء أو لا؟ هذه القدرة التي رتبت هذا الترتيب ما يملك الصحة العالمية ولا غيرها في العالم أن تغيره. أنت ليش أنت انتشارك بهذه الصورة؟ نريد فيها ترتيب ثاني، نريد أن يكون المئة الثانية في الأيام غير هذه الأيام، ما يقدرون على شيء من هذا. هذا وحده كاف لكل عقل ذي بصيرة أن يرجع إلى أن الذي رتب هذا الترتيب، وما عندنا لغاية أن نكتشف. هل نستطيع أن نرجع إليه ونقول له يا قادر على هذا كف عنا؟ وإذا رأينا بعد ذلك في وحيه وبلاغه أن سبب استجابتي لدعائكم سجب الكفي للبلاء عنكم كذا وكذا وكذا من الأسباب الباطنة مع هذا أسباب الظهر، نعتبر لها اعتبارها ونعد لها عدتها ونضعها في موضعها أو لا؟ فهنا رسالة للمؤمنين أن يأخذوا من هذه الأسباب لهم وللأمة من حواليهم بحكم إيمانهم وإسلامهم في رجوع إلى المسبب نفسه. سيدي المؤمن العادي الذي يسمع الآن كيف يثير هذا اليقين؟ يعني الحمد لله كثير منهم أخذين بالأسباب، وسنتحدث إن شاء الله سيدي حول كذلك بعض الأسباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف يثير هذا اليقين والإيمان في قلبه؟ كيف يجعل يرى أنه الفيروس ينتشر 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 ومع ذلك إيمانه قوي مع قيامه بالأسباب كافة؟ إيه، في ما أشرنا إليه من الرجوع إلى الأصل وإلى الأساسي، التدبر والتأمل في أمثال هذه الحوادث وما مضى أيضا في تاريخ البشرية وما تحدث عن مثل هذه التأثيرات من الآيات والسنة الكريمة، و مجالستي من أكرموا بنور هذا اليقين وامتلأت به قلوبهم وصدورهم، هي الوسائل والأسباب التي تبعث عند المؤمن العادي زيادة الإيمان وزيادة اليقين. يرجعوا إلى فكر وتأمل وإلى حسن تدبر الخطاب وإلى مجالسة أرباب ذلك اليقين، فله أيضاً انتشار، بل لمختلف الصفات المتمكنة من الإنسان انتشار لمن في من يجالسه وفي من يلاقيه وفي من يتحدث معه
على رتب وعلى درجات، فكذلك كما أنه يحصل انتشار أيضا بشيء من ملاقات صاحب هذا الفيروس، فكذلك صاحب النور والإيمان واليقين يحصل انتشار بملاقاته وبمصافحته وما إلى ذلك، ولكنها عدوى نور وخير وعدوى عافية وسعادة. سيدي، قبل أسبوع تقريبا هناك صحيفة أمريكية شهيرة اسمها نيوز ويك، يعني أخبار الأسبوع، كتبت مقال جميل: النبي محمد أول من جاء بالحظر الصحي وأول من جاء بالإجراءات الطبية، ونقلت مقال طويل جدا جميل، هو استعاره الصحفي من بحث لشاب مسلم، فتحدث على حديث مسند أحمد سيدة عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الطاعون، فقال: ذلك كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، وقد جعله الله رحمة المؤمنين، وليس من رجل يقع الطاعون فيلزم بيته فيمكث في بيته مؤمنا محتسبا صابرا إلا كتب الله له أجر شهيد. سيدي، نريد نفهم الحظر هذا الطوعي الذي النبي صلى الله عليه وسلم جعله المؤمنين والنظافة، وبين كذلك كيف نفعله في أنفسنا ونخبر الناس أن هذا ما جاءت منظمة الصحة العالمية. رسول الله قال: امكثوا في بيوتكم، غسلوا أيديكم، نظفوا. لكن إذا أنتم سيدي جوابكم يكون بعد أخذ اتصال. تفضلوا إن شاء الله. تفضل يا أختي. الأخ محمد من العراق، تفضل أخي محمد. طوطر سيدكم. أخ محمد تفضلوا، أنتم على الهواء. نعم معك. تفضلوا. تفضل أخي محمد. ألو. ألو. نعم نعم أسمعك، تفضل. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا أخي؟ الله يبارك فيك، ارفع صوتك قليلا فقط. قطع. طيب سيدي انقطع. نعم. صلى الله على سيدنا محمد زين الوجود. ليس هذا الأمر وحده، بل واجب أن يوقن المؤمن أن كل ما يتعلق بحقيقة المصالح والخير جسدا وروحا دينا ودنيا وآخرة، الأصل والمصدر فيه رسل الله، وأشملهم في ذلك وأكملهم الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ما تركت بابا من أبواب الخير لا يعني بمجرد العبادات والطاعات وحدها، كل ما كان فيه خير للإنسان جسدا وقلبا وروحا فكرا ونظرا معاملة وسلوكا دنيا وآخرة دلنا عليه صلى الله عليه وسلم. وما ترك بابا من أبواب الشر لحذرنا منه وانهانا عنه. وهذا الذي أيضا يجب أن يكتنف وجهة المسلمين والمتحققين منهم بصدق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به عن الله جل جلاله، أن لا يخلو عن أذهانهم إدراك ومعرفة أن أصول الدلالات على الخير موجودة في بيان المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، وأن فيما حفظ عنه غير ما فاتنا، فيما حفظ عنه ما يكفينا لمختلف الحوادث والنوازل التي تنزل بالناس. فمثل هذا عندنا الحديث الصحيح: لا يرد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض، وهكذا وما إلى ذلك. أيوة. ثم بعد ذلك في تثبيت أنه ومع وجود ذلك فلا يجوز اعتقاد الاستقلالية في العدوى في مثل قوله لا عدوى. ولما سأله السائل وهو يحتاج إلى تثبيت الإيمان والعقيدة، لا يحتاج إلى أن 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 يحذر من العدوى، فإنه هذا ثابت عنده، ووضع سؤاله الدال على حالته هذه فأجابه بما يرفعه إلى المقام الثاني مع وجود الاحتراز. يقول: إن نرى الإبل يكون سليمة فيأتي الأجرب فتجرب. قال: فمن أعدى الأول؟ يعني استمرارية هذا، وانتقاله بترتيب الأول في عدوى، يعني إذن ما هناك استقلال لهذا السبب. الأول كيف جاء عند أول واحد من دون، فإذا جاء من دون عدوى هذا الممرض الحقيقي الذي أمرضه هو الذي يرتب العدوى أو يقبضها إذا شاء، وأنت عليك واجبك في ذلك. ولهذا نفس الإبل هذه الذي جل منها ما يجرب ومنها ما لا يجرب، وكلهم جالسوا الأجرب.
ولكن ما تجرب كلها، وينتشر فيها الجرب بواسطة، وبعضه ما يصيبه شيء. يرجعوا الآن مثلا إلى مسألة مناعة، لكن المناعة نفسها وتكوينها عند هذا الإنسان سبب من الأسباب، والمسبب فوق ذلك. سيدي نأخذ اتصال. طيب الأخ علاء من العراق، تفضل أخي علاء. تفضلوا أخي علاء، والمعذرة أخرناكم قليلا. أخي علاء تسمعني؟ ألو. يا مرحبا وسهلا بك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، أخوك علاء بحسين من العراق. حياكم الله. أنا من محبين الشيخ عمر. شيخنا يسمعكم. يعني نسأل الدعاء لأهل العراق. أتمنى ألتقي به سيد الحبيب، وأتابعه دائما كل خميس، يعني صار لي 4 سنوات، يعني أهل بيتي هماتين، ونتابع المجلس مال الأرشاد، وأتابع الدروس الفجر، وأسأل الدعاء لي إن شاء الله بالتوفيق وبالهداية الصالحة اللي ما يرضى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. وأعتبر لأنه يعني من صدق عن ذات الصديق. بارك الله في الأخ علاء، وأعلاه الله مراتب القرب مع خيار الملأ، والدعاء مبذول مسؤول، وهو في مثل هذه الأحوال خاصة وفي مختلف الأحوال مطلوب من الأمة أن تكثر منه اعترافا بعجزها وضعفها، واستمثارا لجود الله ورحمته جل جلاله وتعالى في علاه. فإن ذلك الدعاء كما أشرنا من أقوى أسباب دفع البلاء ورفعه عن الأمة. والحق تبارك وتعالى ذكر أن من أعظم الحكم في وجود مثل هذه الكوارث رجعة إلى الحق، وذكر تضرع وابتهال، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، قوة التي ما يقدرون يغالبونها تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فإذا تمادوا في الغي جاء الابتلاء من نوع آخر أشد من هذا، وهو ما ظاهره خير لك وبطنه ليس بخير. فلما يقول سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتمادوا في الغي أكثر، فحل عليهم العذاب فتعبوا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة إذا هم مبلسون، فقلت عذاب القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فيكون الابتلاء بالشدة ألطف من الابتلاء بزخم الرخاء الذي يؤدي إلى الهلاك الأكبر. سيدي سبحان الله، ذكرتم شيء لطيف جدا. كل كلامكم لطيف. الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف كان يقيم المعيار عند الصحابة، الذي يعني يكون غائب عن الأسباب يقول له فر المجد من فراكم الأسد لا يريدن، والذي يكون غائب عن قضية الثقة بالله ومع الأسباب يعيده لهذه. الآن حاليا سيدي الخطاب الذي على الشاشة خطاب متطرف، أقصى اليمين وأقصى اليسار، يقول سيدي الخطابي ولا تعدوا في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور الدميمة. منهم من يقول هكذا، أحدهم جزا الله خير كورونا، الله يبارك فيه، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصار يغفل تماما عن قضية أن الله سبحانه وتعالى أقام الكون على النواميس. وبعضهم كأن الله غير موجود فقط، أنا حتى أحدهم يقول نحن علينا ما في الأرض وتركونا من السماء. يعني هذا الخطاب كيف يمكن يتوازن؟ لكن إذا أذنتم سيدي، لكن بعد أخذ اتصال. الأخ أبو محمد من السعودية، تفضل أخي أبو محمد. أخي أبو محمد تفضلوا. يسمع من التلفاز. أخ أبو محمد تفضل، تسمعني من سماعة الهاتف أفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أخ أبو محمد كرما أغلق التلفاز واسمعني من الهاتف إذا تفضلت. في الصوت. نعم، وأرفع صوتك قليلا. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا. أول شيء أنا أشكركم على استضافتكم للحبيب عمر، لأن احنا نحتاجين مثل هذه البرامج اللي تقوي يقين الإنسان استماع لمثل هذا الكلام. لكن عندي سؤال، كيف يفعل الإنسان
إذا كان يعني مبتعد قليل عن الأمور الدينية ومرتكب للمعاصي، إيش الأمور اللي يسويها علشان تقوي يقين؟ حسن جزاك الله خير، إن شاء الله نسمع جوابا بإذن الله. طيب سيدي، نعود للقضية الأولى، قضية التوازن في الخطاب الإسلامي. أيوة. الذي يشعر الإنسان بحاجته ويقويه بخالقه ومولاه. الله أكبر. الله لا إله إلا هو تعالى في علاه، هذه الميزة العظيمة في خطاب الحق والهدى، أنه يكتنفه طرفان، ما بين منكر الأمر من أصله وما بين قائل باستقلاليته، فيأتي هذا الخطاب على الاتزان والاعتدال الكامل، وهذا شيء متعلق بالموازين التي أنزلها الله، خلق الإنسان علمه بين الشمس والقمر والنجم والشجر والنجوم السماء رفعه ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان لا تنكروا أسبابنا ونحن الذين جعلناها سببا ولا تعتمدوا عليها ونحن الذين أقمناها وفي قدرتنا إزالتها. أحد الباحثين السابقين من الغرب وليم جونز اسمه قديم، في تأمل لأحوال الكون ومجرياته وعظمة القدرة التي أبدعته، يقول إن كل متأمل لشأن الكون وما فيه يوقن أن القدرة التي أبدعته بهذه الصورة ليست عاجزة أن تضيف إلى شيء أو تحذف شيء منه، ويتعجب في الذين ينكرون المعجزات ينكرون الكرامات، فيقول أصلا هو كل شيء معجز، حتى المالوف المعتاد في حدثاته معجزة، كيف يتم استنشاقنا للهواء وتنفسنا فيه وهضم الطعام في بطوننا، أبشى أنها لفها ولكنها بسبب ألف أيام ما نعدها معجزة، هي كيف تمت وكيف كانت، ما يطلع من الزرع وما ينزل من السحاب، كلها معجزات، فيحدث عن شيء لا يعتاده أقل بكثير من قرابة المعداد فينكرها لكونه غير معتاد لها فقط، فهذا شيء عجيب من الذي يصيب تأمل الإنسان وإدراكه للأشياء. فالحق الذي خلق الوجود بهذه الصورة يمكن أن يضيف شيء يمكن أن يحذف شيء متى شاء وأن شاء جل جلاله وتعالى في علاه، فبهذا نعلم التوازن في خطاب الحق ورسوله لمن آمن بالله ورسوله، وينقلهم تماما عن هذا الطرف وعن هذا الطرف إلى وسط واتزان واعتدال ما بين الأسباب والمسبب، وكما يذكر في الحديث هل أعقلها أو أتوكل، هل أعقلها وتوكل، أعقلها وتوكل، فإنك مهما عقلتها إذا لم يحفظها لك صلت عليها من فقع عقالها وراحت هي والعقال كاملا، وإنك إن تركتها وقد سيبت أمرا وضعه بيدك سبحانه وتعالى فقد أنكرت أنه سخر لك هذا السبب وأقامه لك، فعقلها وتوكل. وهكذا أن بعض الأنبياء ناله مرض وكان قد جعل الله له دواء معروفا بين الناس، فترك استعمال الدواء وسأل الله فأوحى الله إليه وعزتي وجلالي لا شفيتك حتى تستعمل الله هذا. الله أكبر. وهو مقام نبي. مقام نبي. الله أكبر. فسبحانه وتعالى يرد إلى الكمال الذي يليق به في مقام النبوة والاعتدال والكون مشرع وتتبع أمته، قل تريد أن تلغي الأسباب وأنا جعلتها وأنت في مقام عظيم تعرف وأستطيع أن أزيحه عنك وقد فعلت ذلك مع كثير من خلقي، ولكن في مقامك هذا الكمالي وأنت مشرع في العباد أجمع بين الأمر، أنا أشفيك لك تناول هذا وأنا أشفيك وأنا الذي خلقته، ولهذا يقول ما أنزل الله داء إلا هو أنزل له دواء، وهو اللي أنزل الكل هذا وهذا، وإذا وافق دواء الداء برأ بإذن الله تبارك وتعالى. وبهذا يعلم كثيرا أن هذا هو الأصل والميزان الذي يقوم عليه الأمور، ومع ذلك فالدواء نفسه والعلاج نفسه والعملية نفسها والدكتور نفسه أحيانا يكون مصيبا وتأتي النتيجة إيجابية في أكثر بعدين تجي حالة
نفس الدواء نفس المرض نفس الطبيب نفس العلاج، ولكن لا إله إلا الله، وآخر من دون استعمال هذا العلاج ويحصل أيضا بره، مع أنه مماثل لذاك في مرضه. هذا واقع في حياة الناس، لكن هذا كله لا يلغي السنة لأجل استقامة الأمور في الحياة، وهو الأخذ بالأسباب كما شرع الله من دون اعتماد عليها. سيدي نأخذ بعض الاتصالات. الأخ حمزة من الإمارات، تفضل أخي حمزة. أخي حمزة تفضلوا، حياكم الله. مرحبا وياك. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا وسهلا، حياكم الله. أسعد الله مساكم وأشكركم على البرنامج الطيب هذا مع حبيب العمر. الله يحفظكم ويبارك فيكم، الحبيب عمر يسمعكم. آمين وياكم يا رب. أنا كان عندي سؤال بالنسبة للإيمان واليقين في ظل هذا الظروف وفي غير هذا الظروف، هي موجودة عند الإنسان، وفي منها القوي وفي منها المتوسط وفي منها الضعيف، ولكن احنا محتاجين دعاء حتى نثبت على هذا الشيء، ويعني يكون قاطع بيننا نحن والشيطان في هذه الأمور أو النزوات أو أي شيء من ظروف الحياة الدنيا. هل يوجد دعاء؟ إن شاء الله هذا يا سيدي حبيب عمر تسمع إن شاء الله تعالى. كذلك سيدي نأخذ صلاة آخر. الأخ سعد من المدينة، أبو سعد من المدينة المنورة، حياكم الله، تفضل أخي أبو سعد. أخي أبو سعد من المدينة المنورة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. إيه، أنا عندي سؤال عن الطاعون، الوباء هذا دخل المدينة المنورة، فهل هو يعتبر الطاعون؟ الطاعون يعني ما يدخل المدينة. جميل، أحسن، جزاك الله خير. سيدي نأخذ إجابة الأسئلة. أخ أبو محمد من السعودية كان يقول يعني عن انكسار، صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المنكسرين، كان يقول نحن أصحاب معاصي، كيف نفعل حتى نتخلص من هذه المعاصي؟ صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. مع وجود هذه التنبيهات تكون عونا ومساعدة لنا في تحقيق تصفيتنا من أنواع الذنوب ومن أنواع المعاصي. القوة على ذلك بقوة الانكسار للحق جل جلاله والصدق اللجاء إليه والرجوع إليه سبحانه وتعالى هو الأساس، ثم استحضار شؤون الوعد والوعيد في الكتاب والسنة وما ذكر عن نتائج ثواب الأعمال الصالحة وعقاب العقاب على السيئات، يجب أن يكون مستحضرا ومترددا على الذهن ومفكرا فيه ومنصرفا إليه. فهذا أساس في ابتعاث شان التحقق بحقائق التوبة وما للحاح على الله تبارك وتعالى، فإنه قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلما أكرمهم من عنده بسابق التوبة صحت وقويت وثبتت التوبة منهم. فحسن الالتجاء إليه جل جلاله وتعالى في علاه، وما أرشدنا إليه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، ما يستغفر الله يستحضر عظمة هذا الإله وأنه وحده الذي يؤاخذ على الذنب ووحده الذي يغفر، وأنه نادم على ما كان منه وراجع إلى هذا الله عازم أن لا يعود إليه. هذا معنى ثم يستغفر الله، يجد الله غفورا رحيما، كما نجد قال التواب الرحيم في الآية الأخرى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم. وهذا المجيء إليه عليه الصلاة والسلام ما كان في أيام حياته الدنيا من الحضور بين يديه وطلب الاستغفار منه وطلب الدعاء والتوبة على يده، وما كان من معنى المجيء على وجه العموم، المجيء للرسول صلى الله عليه وسلم، المجيء إلى سنته، المجيء إلى هديه، المجيء إلى ورثته، المجيء إلى إرشاده وتعليمه وما خلفه فينا، المجيء إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة والسلام عليه جاءوك
فاستغفر لهم الله واستغفر لهم الرسول. أما استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت أنه يكون منه في البرزخ وفي عالم البرزخ وحياة البرزخ كما كان في عالم الدنيا، وهو القائل حياتي خير لكم موت خير لكم، ما رأيت من خير حمدت وتعرض علي أعمالكم فبجدت من خير حمدت وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم. فيستمر ذلك الاستغفار لكل المستغفرين ولما يعرض عليه، فكيف إذا عرض عليه مع ذنب هذا المذنب صلاة عليه، وعرض عليه مع ذنب هذا المذنب رجوع إلى سنته وقراءة لتركته التي خلفها وولاء لأحبابه ورثته، أما يكون هذا أدعى لأن يستغفر له، فيكون استغفار له بعناية أكثر لأنه مع عرض الذنب عليه عرض مع ذنب المذنب رجعت المذنب إلى سنته إلى هديه إلى شريعته إلى ورثته إلى كثرة الصلاة والسلام عليه، فذلك من باب أولى أن يكون صلى الله عليه وسلم مستغفرا له في برزخه عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيما أشرتم إليه من انكسار القلب وهو سبب قوي، وفي أخينا وبعد ذلك هذا التذكر لأمر المصير حتى يصير حاضرا في الذهن، وابتعاث الأشواق إلى القرب من الخلاق ومرافقة أحبابه في حضرة الاقتراب، بعث هذا الشوق بحسن التأمل والتذكر هو السائق الذي يسوق الإنسان أو يقوده إلى التحقق بحقائق الإنابة والتوبة والخشية. والحق تعالى إذا رأى من العبد صدقه وكثرة عودته إليه مد له يد عونه ورعايته سبحانه وتعالى حتى يحول بينه وبين الذنوب، وعند تحقق القلب بالسجود للرب يكون من أبعد الخلق عن الذنوب والمعاصي. سيدي الأخ حمزة من الإمارات يقول هل هناك دعاء يوصل الإنسان إلى أعلى مراتب الإيمان واليقين؟ زادنا الله وإياهم في الإيمان واليقين. مع ما أشرنا إليه من تأمل الآيات وتدبرها والفكر في الدار الآخرة، فإن أنواع الأذكار والأدعية معينة على ذلك وفيها زيادة إيمان. قال تعالى وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مع ذلك تكرار مثل آمنت بالله ورسله وتكرار رضيت بالله ربا وبسلام دين بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله وتكرار عموم الدعاء في طلب الزيادة من الإيمان واليقين. وفيما ورد في السنة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني في جنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا. والإلحاح على الله تبارك وتعالى في تقوية الإيمان والتمكن في العلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، كل ذلك من جملة الأسباب والأدعية المفيدة في كسب زيادة الإيمان واليقين. وتكرار لا إله إلا الله باستحضار لا معبود إلا هو ولا مقصود حق أن يقصد ذاته إلا هو ولا موجد للوجود إلا هو، وعند تكرار هذا الذكر فإنه من أقوى أسباب قوة الإيمان تكرار لا إله إلا الله. وفي الحديث جددوا إيمانكم، كيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا قول لا إله إلا الله، فأقلوا الإكثار 300 في اليوم والليل ممكن، وقال بعضهم 700، فلا ينقص في كل يوم وليلة عن قول لا إله إلا الله باستحضار أو بتكلف في حضور قلب مع الله تبارك وتعالى، فهذه أسباب كسب الإيمان واليقين. سيدي سؤال الأخير من أخ أبو سعد المدينة حديث الصحيحين إن المدينة لا يدخلها الوباء، يقول والآن ما هو عموم الوباء الطاعون والعلماء يقولون أنه قد يقال الدجال نعم. فلهذا مثال الفيروسات هذه التي تنتشر ما تسمى كلها بالطاعون، و في الأحاديث عموم أن نوع من الأمراض يجعله الله تبارك وتعالى بوكز من الجان يسلطهم
بحدوده المحددة وبحسب القدرة. فهذا النوع الذي عليه الصلاة والسلام هو الذي لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة، ومنه الدجال، وكذلك الدجال ذكر الدجال والطاعون، فيمنع من دخول مكة ويمنع من دخول المدينة. أما بقية الأوبئة تدخل المدينة، بقية الأوبئة والأمراض نعم، وكان صلى الله عليه وسلم قال إن يعك كما يعك رجلان منكم، هو بنفسه يمرض وسط مدينته المشرفة. ولما قالت السيدة عائشة وراثاه، قال بل أنا وراثاه صلى الله عليه وسلم، يعني وجع راسها أشد من الوجع الذي تعانيه من راسها عليها رضوان الله تبارك وتعالى. إذن فأنواع الأمراض. ولما قال إني أوعك من يوعك رجلان، قال له بعض الصحابة ذاك أن لك أجران، قال أجل. فكذلك الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء. فأنواع الأمراض ممكن تكون في المدينة وفي مكة المكرمة، إلا النوع المعين من الطاعون الذي أشار صلى الله عليه وسلم الذي لا يمكن أن يدخل المدينة. لقول بعض العلماء أن الطاعون قد يكون حقيقة ومجاز على كل أوبئة، المراد بهذا الحديث أن الطاعون حقيقة. حقيقة الطاعون هذا أمر، وهذا أيضا ما يكون لمن وسط المدينة، وقد يصاب من خارج المدينة ثم يدخل، إلا أنه ما يكون انتشار على يده. لكن هو يصاب بالطاعون ممكن خارج المدينة ثم يدخل وسط المدينة وهو مصاب بالطاعون، هذا ما في مش المطعون الذي لا يدخل المدينة، نفسه الطاعون ما يدخل المدينة. فما يتأتى أن يحصل بعد انتشاره وسط المدينة نفسها بحد ذاته، ولكن المصاب به قد يمكن أن يدخل المدينة المنورة. جزاكم الله خير سيدي، نخرج فاصل ثم نعود إن شاء الله. نكون في نهاية الحلقة. نعم كما تحبون. نبقى أو نمضي؟ تمضون بعض الشيء. طيب سيدي، الإمام البلاذري رحمة الله عليه المؤرخ كبير يذكر أن سيدنا عمر لما عاد من فتح الشام وجد جثثا ملقاة حية، فسأل ما بال هؤلاء؟ قالوا هؤلاء من النصارى، من نصارى الشام المجذومين، رماهم قومهم في الطريق حتى لا يؤذونهم وما استطاعوا علاجهم. فسيدنا عمر رضي الله عنه من باب تربية الحبيب صلى الله عليه وسلم تعلم وقال خذوهم وداووهم من بيت مال المسلمين، فداووهم حتى شفوا. الآن المرض تقريبا وصل إلى 183 بلاد، بدأ من الصين والآن يعني عم تقريبا حتى بلاد الشام، حتى سوريا اليوم تقريبا 5 حالات رصدوها في سوريا. من الوافدين إليها؟ اثنين وافدين وثلاثة من البلاد. المسلم بعض المسلمين لما مثلا في الصين على سبيل المثال أو كذا يتشفى، يقول هؤلاء أعداء الله أو في البلاد الفلانية فيتشفى، وبعضهم يرى أنه مقتضى الرحمة المسلم أنه لا يتشفى، بأنه كثير من هؤلاء أصلا هم مثلنا، يعني مثل المسلمين، هم مفروض عليهم ما مفروض على غيرهم. المؤمن المتصل بالله ورسوله الذي له حظ من وراثة الرحمة، ما موقفه حينما يرى هذه الجوائح تصيب الكافرين؟ نعم الأمر راجع إلى الأسس التي وضعها صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، لا يأتي فيها معاني هذا التشفي ولا الفرح بنزول الكوارث، وكان يصحبه حزن على موت الميتين منهم على الكفر، ويود أنهم لو، وقالوا في ذلك اليهودي نفس تفلتت عليه إلى النار، ثم في وقت طلبه الدعاء عليهم، والدعاء عليهم في وقت الذي بلغوا فيه القمة في الاعتداء والإيذاء والقتال بغير حق، ومثلوا بالصحابة 70 من القتلة مثلوا بهم تمثيل فظيع، وادعوا الله عليهم وقال إني لمبعث لعانا ولطعانا وعثت بالحنيفية سمح اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. كان هذا هو الهادي. لما؟ شأن العبودية غير الألوهية، يفعل الله في خلقه ما يشاء منهم وكافرهم هو ينتقمه، لكن أنت عبد لهذا الإله، ما شغلك هذا، شغلك أن تتمنى الهداية وأن تتمنى الصلاح والفلاح. فحتى إذا صدقت مع الله ورجع الأمر إلى يدك، هذا أمر مستحيل، لكن مشان نعلم بكيف حالك في صحة الحال، أن تصلح جميع العباد بأتم الصلاح لو رجع الأمر إليك، لكن الأمر ليس لك. قد قال الله لصاحب هذه العبودية
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فجاءنا بهذا الهدي الكريم الشريف صلى الله عليه وسلم. ولما كان نزول بعض الشدة من الفقد أو السنيكة سني يوسف سماها سببا لتخفيف غلوائهم في شرهم وأذاهم الآخرين تعبها، فلما تضروا بها وحصل المقصود من تنبيههم وقامت القدرة قالوا أنت بعثت بسلطة الرحيم فدعا لهم الله بعد ذلك. وكذلك وقفوا لما أراد سيدنا ثمامة بن أثال أن يمنع الميرة على أهل مكة، ومكة يعني الحكومة الكافرة ومن ورعاياهم من فيهم مركز الكفر اللي كان يحاربه صلى الله عليه وسلم. فكتبوا إليه أن صاحبك منع علينا الميرة، فكتب إليه أن يفتحها لهم ولا يمنعهم منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان بينه وبينهم الحرب. بينه وبينهم الحرب، فما كان يأتي بشيء من هذه الأفكار حتى في درب، لأن مسألتها هذا الغذاء جعله الله تعالى في الدنيا كما ذكرتم قصة سيدنا عمر، عطية منه لخلقه من حيث هم خلقه. لما قال سيدنا إبراهيم للرب ومن ذريته في الإمامة، قال لا ينال عهدي الظالمين، هذا عطاء ما يناله أهل الظلم. فلما دعا في الرزق قال برزق أهلهم ناس من آمن منهم، قال ومن كفر. فرق بين هذا وهذا، الإمامة والشرف والفضل الأتقياء والأخيار، أما الرزق في جميع الأرزاق الموجودة عندنا في الأرض ليست خاصة، هي من رب الأرض للكل. فلذا ما استطاع صلى الله عليه وسلم أبدا أن يمنع شأن الرزق عن هذا، بل في خصوص الرزق الأسرى من الكفار أمر بالإحسان إليه، حتى كان من أثر الصحابة من تعليمات النبي أحسن الطعام يعطونه لهؤلاء الأسرى. وهذا رجع إلى سر أن هذا الرزق الذي جعله على ظهر الأرض لا بخصوص أهل الإسلام ولا بخصوص أهل الإيمان، أن الرزق وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها، ولذا ينال الإثم لو قطعناه على الدواب، وهو موجود عندنا ونقدر نجلل الإثم لو قطعناه على دابة. والمرة التي حبست الهرة لا طعمتها ولا تركتها تقوم في الأرض عذبت بسببها في النار، لأن هذا الرزق جعله الله للكل فهو عطاء منه، فلا يتصرف فيه هذا التصرف أو يفكر هذا التفكير في ضر الناس بأرزاقهم إلا من لم يتأدب مع الله ولم يعرف عظمة الله تعالى لقضاء غرض من أغراضه، كما هو شأن الدجال الذي يمنع الرزق إلا لمن آمن به وكفر بالله تبارك وتعالى، ومن أجله يستتبع ناسا كثير. فهذا تفكير دجالي بعيد، تفكير الدجال وبعيد عن منهج النبوة وأتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. سيدي شاب أو شيء يعني رجلان مسنان في بريطانيا مسلمان عندهم محل تجاري، حاولوا كما تفضلتم أن يطبقوا الإسلام، كتبوا إعلان أي عاجز في بيته نحن نوصله مجانا، والذي ما عنده مال نعطيه إن شاء الله من عندنا بغير مقابل. وامرأة ليست مسلمة في بريطانيا عندها مزرعة بطاطا كبيرة، رأتها ولا أصحاب النفوس المريضة احتكروا السلع، فأعلنت أي أسرة تحتاج البطاط أنا عندي مزرعة كبيرة البطاط كله لهم، وبدأت تضع البطاط في السلل وتوزعها على بيوتهم. يعني هذا نموذج من المسلمين الذين، وهو نموذج من أصحاب الفطر السليمة. الله أكبر. وهذا هو جمال الحق، وإذا برز على وجهه يكتسح ظلمات الباطل، يكسح قبح الباطل بمعني، وإن تزين بأي زينة فإذا جاء الجمال الحقيقي ينفضح وتنكشف الستارة عن تزين القبح بما ليس فيه. فهو الذي يحتاج فيه إلى الدعوة إلى الله تعالى وإلى بيان حقيقة الإسلام، أن يحمل هذا الجمال في المعاملة والنية الصالحة. سيدي نخرج الفاصل قصير. أيوه. ونعود باقي؟ نعم فقط تأخذوا أنتم راحتكم. طيب كيف فقط؟
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا ونسأل الله تعالى أن يعودنا ألطافه الجميلة في كل أحوالنا. سيدي الحيبة الجفري، سيدي الحيبة الجفري شارك معنا وكنز الله خير متابع الحلقة من البارحة. فسيد الحيبة لي يرسل يقول: جزا الله خيرا سيد الحيبة عمر على بذله هذا الوقت، والمرجو تكرار هذا اللقاء مع فضيلته لشدة الحاجة إليه هذه الأيام. وجزا الله خير مقدم الحلقة. السؤال هنا في دقيقة أشار إليها سيد الحيبة عمر في الجمع بين الامتثال لأمر الله تعالى بالأخذ بالأسباب مع الاعتماد عليه. الأخذ بالأسباب، يقول سيد الحيبة الجفري، الأخذ بالأسباب عمل، وفي الحديث حديث أبي يعلى: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وهناك من يفهم من ربط التسبب بالتوكل إغفال الإتقان في التسبب، كما أن هناك من يغفل إتقان التوكل عند انغماسه بإتقان العمل. يقول سيد الحيبة الجفري يسألكم: فكيف يكون الرسوخ في إتقان العمل والتحقق بالتوكل على الله تعالى؟ نعم، هذا من أوجه الكمال في أداء المهمة والواجب، الإحسان في العمل وقوة الرسوخ في التوكل مأخوذ تماما من أن أقوى الخلق توكلا محمدا، فكيف تعامل مع الأسباب إلى غاية الدقة في إحسانها وأدائها وتمامها، إلى حد أن ما يكون في باب السبب وليس متعلقا بذاته يتقنه، كمثل تطهير الفم مثلا بالسواك وبالمضمضة وما إلى ذلك، من الذي خصه الله به أن يجعل رائحة فمه خير الروائح، كأن المسك يخرج من فيه إذا تعدد، إن كان قام من النوم أو كان في اليقظة، ولكن مع ذلك إذا قام من النوم شاس يشوس فاه، وكان كيف لما يشوس فاه يحسن الشوس، حتى ذكرت أنه عند مرضه كأحسن ما يستن، كأحسن ما يستن، يعني يستن دائما يستاك بالحسن تمام. وهذا سبب من الأسباب، كان شؤون المرض بعيدة عن أسنان الله والسلام، مرايحته زكية من هذه ذاته، ومع ذلك كاستعماله للعطر وحرصي عليه واختياره للأحسن منه، وهو عرقه أطيب من الطيب، يأخذونه فيضعونه في طيبهم ليطيب الطيب وليحسن الطيب بعرقه الشريف. فإذا أحسن في الأخذ بسبب هو لغيره سبب، هو بحد ذاته ما بقي إلا تشريع منه للغير، فيجب نقول من أعظم منه توكلا صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك استشير استشارات في الأمور المتعلقة بالمقابلة والحوادث مع الكفار وما غيرهم، ويأخذ الرأي من هذا ومن هذا سبب، ولكن يبلغ فيه الغاية في الإتقان، مع أنه ما وجد قبل ولا بعده أحسن توكلا على الله وأعظم، لأنه أعرف بالله. هذا شؤون كمال. مقتضى ضعف الإنسان أنه إذا أحسن في جانب الأخذ بالأسباب قد يضعف التوكل، وإذا أخذ قوة التوكل قد يضعف الأسباب، ولكن ليس هذا الكمال. والكمال أنه يكون أقوى إيمانا وأحسن أداء للأسباب كما يحب الله، إلى الحد الذي قال عنه: لو أن الساعة قامت وبيد أحدكم فليغرسها. إقامة لهذه العبودية، لأن هذا ما حبي يأكل منها ولا حبي تطلع منها ثمرة بيقين، لكن أنت عابد، ما عادك تقدر تغرس خلاص غرس، والقلب بكمال أنك أديت الواجب الذي عليك. فمن هنا نعرف أنه طغيان أحد الجانبين حتى يوصل الآخر الضعف خطأ، يجب أن نتنبه منه، وإنما قوة أحد الجانبين على الآخر، قد يكون أحد الجانبين أقوى من الآخر التوكل أو أقوى الأسباب، وصفه بشر وضعف، وقوة التوكل مع حسن الأخذ بالأسباب كمان يجب أن يسعى إليه المؤمن. جميل جميل، جزاكم الله عنا كل خير. سيدي سيدي إذا أحببتم نأخذ بعض الأسئلة. الأخ محمد قمر من السودان يقول: نرجو التكرم بإرسال نصائح وتوجيهات من سيدي الحيب عمر للأطباء، وخاصة عاملين في استقبال والتعامل وحصر الوباء في المطارات والمنافذ. نعم، عليهم أن لا يغفلوا
المؤمنون منهم اسم الله تبارك وتعالى، و وتكرر أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في العليم، وأن لا يغفلوا الابتسامة في وجوه هؤلاء، وتبشيرهم بأنه ممكن زوالهم، ممكن دفعه، بأن يخفف الوطأة على ذلك المريض. ومن كان من المرضى إذا مسلما يرشده مع ما يعطيه من أدوية إلى ذكر الله وإلى كثرة الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم مثوبة الله تعالى له في بشاشته في وجه المريض وإدخال السرور على قلبه، أعظم قد يفوق العلاج بحد ذاته، لأنه أمر متعلق بذوق قلبي روحي يفوق شان الجسد وراحته، فراحة القلب تفوق راحة الجسد. فالابتسامة والبشاشة وإدخال السرور وبعث الرجاء والأمل مع المريض من أقوى الأسباب الذي يكسب بها هذا المريض، وفي نفس الوقت حتى هي تساعده على تقوية مناعة المريض، وحينئذ تساعده على القضاء على الفيروس الذي أصابه إلى ذلك. فكلها، والعجيب أن عامة الأسباب الباطنة تمتد عروقها إلى سبب ظاهر، هو سبب باطن ولكن يمتد عرقه إلى سبب ظاهر مظاهر. حتى جوانب الأذكار هذه وكثرة الدعاء تقوي جوانب حتى هي في همة الإنسان، في مناعة الإنسان، في ثقة الإنسان، فتؤثر على المناعة أيضا، فيكون سبب، فهو سبب باطن ولكنه له امتداد عروقي إلى الأمر الظاهر. سيدي الأخت سناء محمد من الأردن تقول: نحن الآن في الأردن ظروف البلد كلها معطلة، هناك حظر تجول، فنحن لأجل نشتغل نستثمر وقتنا ونشجع بعضنا يعملون جروبات على الواتساب. هذا من نعمل عليهم، نرجع لهم هذه الوسائل. نعم، ويقولوا فتعمل يعملوا جروبات ويعطون أذكار ويقرون صحيح البخاري. جميل. بنية رفع البلاء عن البلاد والعباد. يقول: لكن كالعادة سيدي منه يعني قال نحن نعمل هذه الأشياء، وهناك من يأتي يقول هذه بدعة فيثبطنا وقد يقف العمل كله. يعني كيف يقال لهؤلاء؟ يقول هؤلاء البدعة ما خالف أمر الله وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتأتى أن يتحول ذكر ولا قرآن ولا قراءة حديث إلى بدعة، إنما البدعة كل ما خالف منهج الله ومنهج رسوله وتناقض مع أمر ومع نهي من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فما لا معنى من التثبيط عن ذكر الله تبارك وتعالى ولا من قراءة مثل صحيح البخاري وغيره وما إلى ذلك، لا معنى مثل ذلك، فإنه طلب علم، طلب العلم الذكر لله تعالى وسيلة يتوسل بها إلى الله تعالى داخل في الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة يتفق طوائف المسلمين على صحة التوسل بها إلى الله، متى تحول قراءة حديث النبي إلى عمل غير صالح، متى تحول التسبيح والتحميد والتهليل إلى عمل غير صالح، متى تحول الدعاء إلى عمل غير صالح، عمل صالح، بل الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث، لأهميته في العبادة ومكانته جعله هو العبادة، وهذا ما تخرج عن الدعاء وعن ذكر وما إلى ذلك. فلا ينبغي التثبت بمثل ذلك، وينبغي أيضا كما أشاروا أن يستعملوا هذا الفراغ الذي عندهم بما يفيدهم وينفعهم. الحمد لله الآن كثير من هؤلاء المسلمين عندهم حفظ قرآن ركع عليهم فيستطيعون أن يقووا، لأنهم كانوا مشغولين ما يجدون فرصة يقولون، الآن عندك فرصة ومسك كلام ربك وكرروا كثير بفرح وقووا الحفظ الذي عليك. كثير منهم ما كان يستوعب النظر في أحوال أولاده وتربيتهم و رعاية أفكارهم وما يطرأ عليها وتقويمها، أنت الآن جالس معهم وسط البيت
الحمد لله رب العالمين، هذا تحول نعمة من نعم عليك، فقم بهذا الأمر. مسؤوليات كثيرة تخففت عنك في الخارج، دوامات ومطالبات وتحضيرات وتجهيزات، اجعل مقابل لها وسط البيت انت من الداخل، فقم بواجبك في مهماتك فيما يتعلق بنفسك وما يتعلق بأسرتك وما يتعلق بالعلاقة بينكم من أجل الله تبارك وتعالى، وأداء حق المسؤولية أنت مخاطب عنها، وتعود أيضا الجماعة والحرص عليها وصلاة أهل البيت كلهم في جماعة في الصلوات كلها. كذلك استغلال هذه الوسائل للتذكر والتذكير ولا يخرجوا بها عن حدود هذه المنافع والفوائد، حتى لا تصير نوع أيضا من الغفلة يداخلهم ويصيبهم مع كونهم محصرين في البيوت في الأماكن التي فرضت عليهم الدول دولهم أن 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 يكونوا في أماكنهم، فلا يخرجوا عن إطار الاستفادة من هذا الحصر في البيت إلى اتخاذ وسائل التواصل له والعيب فيما بينهم، ويحسنوا استعمالها فيما يعود بالنفع وفيما للجمعية على الأذكار والجمعية على الدعاء والجمعية على طلب العلم الشريف والجمعية على التذاكر بما ينفع، فذلك أيضا من جملة الوسائل التي يدفع الله تعالى بها البلاء. جميل. سيدي حتى نختم الحلقة، هناك إشكالية لأن بعض الجهات الحكومية الجهات الرسمية فرضت حظر تجول ومنع تجمعات لأجل إجراءات وقائية، منها امتدت مثلا بعض المساجد، ومنها مثلا في الحرمين الشريفين إغلاق الحرمين الشريفين في أوقات معينة لأجل عدم الاكتظاظ. هنا يأتي سؤالان، السؤال الأول واجب المؤمن تجاه مثل هذه التوجيهات الحكومية، والثاني الشعور الباطني الذي اعترى بعض الإخوان هنا من تونس من السعودية من اليمن، يقولون هل هذا غضب من الله أن الله يصد بابه أمامنا؟ هل الحبيب صلى الله عليه وسلم غضبان من أمته حتى يصد باب روضته الشريفة أمامنا؟ كيف نوازن بين امتثال ما يقوله أولو الأمر وبين كذلك هذا أو هذا اللطائف الروحية؟ أن يعلموا أنه ابتلاء واختبار، وهم للأمر مسؤولية، مسؤولية في فرض ما يتعين عليهم فرضه من جهة أنه أمام معتقدهم وواجبهم أنه الوسيلة التي لا يقوم غيرها مقامها لنفع الناس في درء بلاء عنهم أو شيء ذلك، ويكون ذلك قائم بأسس تفوق مجرد الوهم، تفوق مجرد التخيل إلى ظن صحيح أو يقين. فإذا كان الأمر بيقين أو على ظن قوي فلهم ذلك، فإن تصرفوا بمثل هذا فعلى حسب مقاصدهم أمرهم صحيح وبينهم بين الله تبارك وتعالى، وإن استغلوا ذلك لأي غرض آخر ولأي غرض آخر فالمسؤولية أيضا عليه. بالنسبة للرعاية أمام ذلك فالأصل أن ما فرض عليهم وليسوا بمضطرين إليه أن يمتثلوا له ويخرجون بذلك عن المسؤولية بينه وبين الله. أما اعتباره كيف كان فنقول نعم، أولا يجب أن نعتبر أنه ما كان ذلك إلا وخلل هناك موجود عندنا، فيجب أيضا نرجع إلى تقويم هذا الخلل بيننا وبين الله تبارك وتعالى وفي تعاملاتنا بيننا البين. أما أن نعتبره مجرد غضب وما إلى ذلك نقول هذا ابتلاء واختبار، فإن كنت مع وجوده تصر على الغفلة، تصر على المعصية، تصر على قطع الصلاة، تصر على قطع الرحم، تصر على أخذ الربا ولا ينبهك هذا لشيء، فهذا بالنسبة لك مؤشر خطير وأنه عذاب معجل إن لم تنتبه فيلحقه ما هو أشد منه، ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وإن أفاد فيك تألما وتحسرا وحسن رجعة وتداركا للأمر فهو ابتلاء حزت به فائدة ونلت به أجرا وكان سببا لرفعك من حال إلى حال أحسن. بعد ذلك مع استشعارك بأن أسباب البلاء بأنواعها ذنوب
رضاك به، طاعة من الطاعات تكفر كثيرا من الذنوب، وقدرها عند الله عظيم، أن تكون راضي بما قدر عليك وكتب عليك. هذا النوع من الرضا الذي لا يتدخل من قريب ولا من بعيد في أن يقر الإنسان نفسه على ترك واجبنا وفعل محرمنا، بل على ترك سنة ربه، ولكن أمر خرج عن طوره فهو يرضى من هذا الحيث، من أنه فعل الله تبارك وتعالى. هذا رضا طاعة من أعظم الطاعات، يفوق أجرها أجر كثير من الأعمال الصالحة ومن الحسنات. وكن راض بما قدر المولى ودبر، ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر وتعلم، وتوقن أنه ما أوجده إلا لفوائد. ومن جملة ما يتعلق بالشأن الذي يشير إليه السائل، الفائدة الكبيرة، حزنك وندمك على ما كان من الذنوب، وعزمك الصادق أنك تقبل على الله، وأنت في هذا الحال الذي منعت فيه من المسجد ومنعت فيه من أماكن خاصة للعبادة، كيف عبادتك في هذا الحال في هذا البيت في هذا المكان وهكذا؟ شانك شان. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من الحرم، جلس 3 أيام في الغار، لكن كيف كانوا في الغار؟ وهل يقصر منزلة صلاته في الغار عن صلاته؟ كان لما يجد الفرصة وهو وسط مكة المكرمة يخرج الكعبة، يروح لعند الكعبة، حتى ما هو وسط مكة بس يحرص في بعض الأوقات يجي لعند الكعبة. في الأيام التي قضاها في الغار صلاة هناك أيضا. الآن يقال أن الحاج في اليوم 8 صلواته 5 في منى أعظم صلاته في الحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى هناك، وكذلك صلاته الظهر والعصر في عرفة، وصلاته المغرب والعشاء في مزدلفة أفضل من أن وتمكن الآن مع وجود المواصلات يروح يصلي في عند الكعبة، يقول هناك أفضل، لأنه كان فكذلك أيام كان في الغار. فما كانت هذه بعد ولا طرد له ولا لسيدنا بكر الصديق، ولكن ابتلاء، ابتلاء واختبار، اختبرهم الله به فوجدهم نعم الرجلين، ونعم الرجلين ونعم ما كان منهما، ورفع الله به. لهذا قال عن نعمته في الغار سيدنا عمر: ليلة من أبي بكر خير من عمر، والعمر في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن الله معنا. فإذا لا يكون الأمر على إطلاقه أنه غضب ولا طرد، ولكن يشمل الكل أنه ابتلاء. ابتلاء نعم، ابتلاء الكل. نحن مع هذا الابتلاء، فكيف حالنا معه، وكيف نصدق معه، ندي عبادتنا في المكان الذي نحن فيه وفي المحل الذي نحن فيه، وبعزم صحيح عندما ينفسح المجال يبرهن أننا حالنا، ولا نكون في وقت الشدة ثم بعد ذلك ننسى مهمتنا وواجبنا في علاقتنا بالحق. سيدي أخيرا، كلمة تحبون توجيهها لولاة الأمر، للأطباء، وللمؤمنين، وللبشرية عامة، من يصلهم هذا الصوت؟ يمد النظر إلى حكمة الخالق في إيجاد مثل هذه الأشياء، وكل من يتطرق إلى عقليته وقلبه إيمان بأن للكون إله وأن لشؤون السماء آثر في الأرض، ينبغي أن يستبعث الرجعة إلى ذلك، والاستغاثة بالرب المالك جل جلاله، وليزدد في ذلك يقينه بما ظهر من العجز الكثير عند البشر في كثير من المواطن والأماكن، وقوة هذا الانتشار الذي فاق الوسائل في الدفع والوسائل في الوقاية منهم، ثم أن يتعاملوا في كل ذلك بالرحمة، وأن لا ينازلهم الخوف إلى تقصير في حق مصاب وفي حق خوفهم من أن تنتقل إليه العدوى وما إلى ذلك، بل يبذل وسعة. وكتب لي بعض وارسل لي بعض الأطباء المسلمين في بعض دول الغرب أنه لم تستطع الدولة وزارة الصحة أن توفر الوقاية الكاملة للطبيب، فكتب فأرسل لنا يطلب الدعاء
لتكمل وقايته، ولكن لم ينقطع عن مداواة المرضى، وذلك واجب العاقل أولا واجب المؤمن من باب أولى. ففي كل ذلك أن يتزايد عندنا معنى الرحمة والرفع بعباد الله تبارك وتعالى، وأن نعقد العزمة على شكر الحق تبارك وتعالى في أثناء هذا المعاناة، لأنه يقدر نصيبنا بمثلها، وعند رفعها أن نبرهن عن شكرنا له بحسن تعامل وحسن تبادل. كل هذه الأحوال والنوايا أسباب لتعجيل رفع هذا البلاء ولتحويل حالنا إلى أحسن منه. يشترك في ذلك الدول والشعوب والأطباء وعموم المسلمين ثم عموم الآدميين على ظهر الأرض. فكلما اتسعت دوائر الرحمة والإخلاص شيء من اللجوء إلى الرب والعزم على حسن المعاملة، فهي أسباب رحمة الله تبارك وتعالى للعالمين. جزاكم الله عنا سيدي كل خير، ولا نود أن تنتهي الحلقة ولا حتى المشاهدين. نظر الله لنا وإليكم وإليهم. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا معكم وفيكم وبكم إن شاء الله دائما. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ونجد أيضا في سنة الله ما يجبنا تذكره، أنه لما يكبر شأن أي مصيبة وينتشر ذرف الأكثر، أن يعقب ذلك اليسران في الغالب تكون بينها وبين المصيبة نسبة. إن كبرت المصيبة كان اليسران كبيران، وإن صورت فيكون في اليسر أقل من ذلك الأمر. وهكذا سنة الله في الوجود. لذا بعض إحساس الصالحات من اللاتي على الفطرة، عندما تنتشر النعمة بكثرة يبدأ عندها بعض الحزن، وما لك قالت إن هذا في الغالب عقوبه شدة، فإذا جاء وقت شدة تكون كثيرة الابتسام، وما لك قالت هذا الحال بعده طيب، تمد نظرها إلى المستقبل. وكلما قصر إدراك الإنسان وشعوره امتداد نظره، دائما يعيش مع الحال الضيق الذي هو فيه فقط، وينسى أبعادها وما وراها وما قبلها. وهذا معنى تمام في مجاله صحيح، بعيد تماما عن مجال استجمع الإنسان لقواه للحال الذي هو فيه ليؤدي واجبه فيه على وجه التمام. هذا يختلف عن هذا. هذا شعور وذوق هو متعلق بالحال الذي هو فيه أيضا. فوجود خوف من سلب النعمة وزوالها سبب من أسباب بتقاني موطول وقتها، فهي ما أحدثت شيء يخالف الحال الذي هو فيه. فكلام أرباب التزكية أن يجتمع الإنسان على الحال الذي هو فيه وما مضافات والمؤمل غيب والكساد أنت فيها صحيح، من حيث لكن هذه الساعة الذي هو فيها هل يقصر فيها عن مد النظر إلى ما وراء ذلك فيما ينبغي له في مد النظر؟ لا يقصر، ولكن أن يشتت فكره بما يضعف أداءه الواجب في الحال، هذا هو الأمر المحذور منه والمنيع يعني. فنظر الله إلينا وإلى الأمة، ونحن نرتقب ما بعد هذه الشدة الآن من يسرين كبيرين يا رب. شدة كبيرة بعد العسر الكبير لابد من يسرين كبيرين بإذن الله تعالى. أرانا الله ذلك كما أرانا الشدة يرينا ذلك اليسر. هو القائل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وبارك الله فينا وفي أحبابنا وإخواننا، وأتمنى اللقاء في حلقات إن شاء الله يكون، ولكن لعلنا إذا لا ندري إلا والتقينا في حلقات الحديث عن واجبنا مع اليسرين بعد أن تذكرنا واجبنا مع العسر إن شاء الله. وهو القوي المتين لا إله إلا هو. نسأله أن يهيئنا لرمضان بحسن اغتنام ليالي شعبان وأيام شعبان التي كان يبين فيها صلى الله عليه وسلم أنه تعرض فيها الأعمال على الرحمن. هذا عرض خاص في هذا الشهر الكريم.
سنوي غير العرض في اليوم والليلة وغير العرض في الأسبوع في الاثنين والخميس في هذه الأيام المباركة أيام شعبان، فعسى يعرض على الحق منا قلوب تصدق معه وتتوجه إليه وتنيب إليه وتعتمد عليه وتشكره على السر والضر وتطلب منه الجود، ولا تدعي قوة ولا تدعي قدرة على ابتلاء ولا على اختبار، مع رضا وتسليم وشكر له على كل حال. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك مقدمة لخيرات كبيرة ومنن وفيرة تشملنا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات، ويظهر فيها في الأرض ما ينفع الله به أهل الأرض مع دفع الأسوأ والأدوى والبلوى عنا. يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم أكرمنا والسامعين والمشاهدين وأحبابنا والأمة بجود من جودك لصف من ألطافك يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، طبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم يزل طبنا والمسلمين، وأرنا أثار لطفك في جميع شؤوننا وأحوالنا وتقلباتنا وطوارنا وفي هذا الحادثة التي حدثت في هذا العالم، وأرنا يا مولانا أحوال الدول التي اضطرت إلى حجز رعاياها وسط البيوت وحظر التجول عليهم، أرنا إياها وقد ارتفع عنها الوباء والوباء، وأرنا صلاح التجول بعد حظره إلى ما هو أفضل وأجمل وأكمل، بشر لا بخير، بحسن لا بسوء، بصلاح لا بفساد، بهدى لا بضلال. يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي كان وصلتنا الكثير من طلب الدعاء والرسائل، نعتذر من إخوة المشاهدين بشدة بشدة بشدة، بعض الإخوة والأخوات ربما هذه السنة الثانية ما استطعنا أن نوصل لكم، لكن يعني أنتم تذكرونهم جميعا بالدعاء. كذلك سيدين القناة أطلقت حملة سمتها حملة يا لطيف، الحمد لله بلغت 133 مليون حتى الساعة، الحمد لله إن شاء الله، وهذا من أقوى الأسباب ومن خيرها، الحمد لله استنزل به لطف لطيف جل جلاله وتعالى في علاه بارك الله. سيدي هؤلاء الذين أرسلوا يطلبون الدعاء من الإخوة والأخوات في أصقاع الأرض كذلك يرجون دعوة خاصة، وكذلك الإخوة قبل أن أدخل الحلقة اتصل بأحد الإخوان مصاب بالكورونا من أحبابنا، والحمد لله الآن على حافة التشافي إن شاء الله تعالى، هؤلاء إن شاء الله ربي يشفيهم ويعافيهم، يشفيهم ويعافيهم شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما ولا ألما، لطف الله بهم ونظر الله إليهم وقبل من اللاهجين بها لطيف وزادنا توجها إليه، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ولو لم يكن في عظمة أثر الدعاء إلا قول المسبب والما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وإذا بالدعاء عبأ بنا فالأسباب كلها بيد هذا المسبب، فإذا عبأ بك فما بقي للأسباب مكان، لكن إن لم يعبأ بك فمن لك وويل لك، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فما أحسن الدعاء هو مسؤول من الجميع كما يجب أن يكون مبذولا للجميع من الجميع، نظر الله إلينا وإليهم وتقبل منهم وطلب من طلب هذا الدعاء خاصة، وجميع أحبابنا وإخواننا نتوجه إلى ملك الملوك جبار السماوات والأرض من بيته الأمر كله أن يأخذ بأيديهم ونواصيهم إليه أخذها الفضل والكرم عليه، ونرعاهم بعين عنايته في جميع أحوالهم وأطوالهم وتقلباتهم الظاهرة والباطنة في الدنيا والبرزخ والآخرة، وأن يجمعنا بهم في دار الكرامة وهو راض عنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، وأن يصلح أهاليهم وذراريهم وأحبابهم ومن يواليهم، وأن يجينا وياهم الأسوأ والأدوى وكل بلوى، ومن أصيب من أحبابنا خاصة من المسلمين عام ثم من عموم الآدميين بهذا الفيروز والبلاء، نسأل الله أن يشفيهم، آمين، نسأل الله أن يعافيهم، آمين، نسأل الله أن يدفع عنهم وأن ينهيه وظهوره وانتشاره من العالم أجمع، والبلدان التي لم يذكر فيها شيء ولم يعرف فيها شيء من ذلك يديم الله حفظها وحراستها من ذلك، وما أصابها من 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 شان هذا الفيروس والمرض لا يزيد إن شاء الله فيها، ويحول الله أحوالنا والمسلمين إلى أحسن الأحوال، وجهتنا إليك يا قابل الدعاء من لا يخيب الرجاء
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلاتك على عبد الكريم وعلى صحبه، ونستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله سيدي عنا خير الجزاء، سامحونا أخطأنا عليكم، وأرانا في الأمة ما يسر القلوب. آمين آمين. جزاكم الله خير، وجزاكم الله خير أيها الأحبة المشاهدون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون اللقاء المقبل القريب الآتي إن شاء الله للحديث عن اليسرين الكبيرين الذي لا تستطيع العبارة أن تتحدث عنهما إن شاء الله للمسلمين أجمعين البشرية كلها إن شاء الله. كما هي العادة لا تنسوا صلاة الوتر هذه الليلة، وإن شاء الله نجعل صلاة الوتر هذه الليلة بقلوب حاضرة خاشعة إن شاء الله متوجهة للبشرية كلها بأن يدفع الله البلاء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. فيها شيء انت وانا، لو نكون رمز البناء، لو نقول كلمة حلوة، يا سلام يا سلام. بالوصال تكفي ساعة، بالمحبة والسعادة، فيها احساس الكلام، يا سلام يا سلام. نقدر التفاؤل دربنا في تآلف وانسجام، نقدر نغير بعضنا لو تختلف أفكارنا، يملى التفاؤل دربنا.